بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي برنامجكم ملك كتابة. وما أحلى الانتصار بعد الانتظار. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم وحلقة الاثنين من ملك كتابة. ما أجمل الانتصار بعد الانتظار، وما أجمل التهنئة وسط الأفراح. كل سنة وانت طيب وانت بالصحة والسلامة، الله يخليك. كل سنة وانت أهلاوي. الحمد لله. أجمل الحمد لله. أجمل تهنئة قالتها لك على الفيسبوك من صديقنا العزيز أحمد الشيخ. قال لك المهندس عدلي القيعي كل سنة وانت أهلاوي. أيوه، كل ده الحقيقة كتر خيرهم. يعني أنا الحقيقة وكأني بدأت يعني على كبر يحتفل بعيد ميلادي. يعني الدفء اللي بشعره من الزملاء والأصدقاء، تلقيت مكالمات كثيرة جدا. الأستاذ محمد سيف كان حريص جدا يقول لي كل سنة طيب، يعني شيء جميل يعني، وضحك وقال لي والأستاذ عمرو وهبي، يعني أصدقاء زملكاوية كانوا حريصين جدا إن احنا نتبادل المشاعر ونتبادل الود. وأنا يعني نقيت النموذجين دول من وسط يعني يمكن قرابة 100 نموذج النهارده، عشان أؤكد على معنى واحد بس يا أستاذ إبراهيم، أن الحياة أجمل أوي مما نفعل بها. من المؤكد الحياة أجمل، ومن المؤكد أن المهندس عدلي القيعي يستحق كل التهاني، يستحق كل أطيب التحيات وأطيب الأمنيات بحياة سعيدة إن شاء الله. وأنا أعتقد تهنئة صديقنا العزيز أحمد الشيخ له كل سنة وأنت أهلاوي، يعني كل سنة وأنت طيب، كل سنة وأنت سعيد، كل سنة وأنت فخور، كل سنة وأنت حامي حمى النادي الأهلي، كل سنة وأنت في قلب ووجدان كل الأهلوية. نشوف في هذا التقرير المهندس عدلي القيعي. الثعلب مهندس الصفقات رجل الأهلي الأمين. المناسبة عيد ميلاده السعيد. ألقاب كثيرة يستحقها المهندس محمد عدلي محمود رياضي القيعي، هو أحد أشهر الأسماء الكبيرة داخل قلعة النادي الأهلي منذ عقود مضت. هو الاسم الكبير الذي ارتبط بالكثير والكثير من النجاحات بتقلده العديد من المناصب والعمل مع العظماء والرموز، ليكون واحدا من الشخصيات المهمة في سجلات وتاريخ النادي الأهلي. القيعي عمل مع العظيم الراحل صالح سليم مديرا للنادي لأكثر من 8 سنوات، مع الكابتن عبد صالح الوحش لفترة طويلة كرئيس لجهازي كرة اليد وتنس الطاولة، فضلا عن عمله مع حسن حمدي في المجلس السابق كمدير للتسويق. توهج وأبدع القيعي في إبرام العديد من الصفقات الشهيرة للنادي الأهلي، حول دفة الكثير من النجوم لبوصلة قلعة الجزيرة حتى لقب بمهندس الصفقات. هو أحد أفراد أسرة القيعي بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية. هو الذي التحق بعد ذلك بكلية الزراعة جامعة القاهرة مع نجمي الفن عادل إمام وصلاح السعداني. رغم تألق المهندس القيعي في مجالات متعددة، إلا أنه لم ينسى نصيبه من الإعلام، فشارك في تأسيس مجلة النادي الأهلي، بل هو صاحب الفكرة كأول مجلة متخصصة تصدر عن نادي المصري في مصر مارس 1974. القيعي الذي يذوب عشقا في النادي الأهلي، هو صاحب سيرة ذاتية تحتاج لمؤلفات. ربما لا توجد لعبة أو مكان في النادي إلا وكان للقيعي بصمة ودور وحكاية. فهو مدير جهاز تنس الطاولة في الفترة من عام 65 إلى 76، هو عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة من 76 إلى 80، هو المشرف العام على النشاط الرياضي للنادي في الفترة من 85 إلى 87، هو مدير جهاز كرة اليد في مهمة بناء فريق جديد في الفترة من 88 إلى 90، هو عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في مجلس الإنقاذ عام 91 و 92، هو مدير عام النادي الأهلي والمتحدث الرسمي في الفترة من 93 إلى 98،
هو أول من أنشأ إدارة للتسويق والاستثمار الرياضي في مصر عام 2001 بهدف تحويل النادي إلى شركة على غرار الأندية الكبرى في العالم. هو صاحب فكرة إنشاء قناة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وهو الآن أحد أهم مقدمي البرامج فيها مع إبراهيم المنيسي في برنامج ملك وكتابة. متعك الله بموفور الصحة والعافية، أطال الله في عمرك، وكل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا باشمهندس. كل سنة وحضراتكم طيبين. وانت الحقيقة أنا في صور مش موجودة عندي. أقل كلمة من فريق الإعداد ومن كل الزملاء في البرنامج إن هم يقولوا لك كل سنة وانت طيب، وكان نفسهم فعلا يحولوها لاحتفالية كبيرة. لا لا، بس التوقيت التأخير أو الوقت المتأخر كويس. وعلى فكرة من أكثر السنوات اللي تم الاحتفال بعيد ميلادي، كم المكالمات والسوشيال ميديا بقى عملت دور مهم في أولادنا وأخواتنا وحبايبنا، كاتبين كلام يعني لو عمري كله تقضى عشان أسمع كلمتين دول في الآخر يكفيني يعني. قالت كتير لفارس، وقالت كتير لكريم رزق الله، وكلهم الحياة بمشاعرهم متفيد حبا وتقديرا لأنك تستحق فيها. قبل كده برضو كاتبين كلام يعني الحقيقة يعني الواحد يشعر أن عمره لم يذهب سدى في النادي الأهلي، بالعكس خدت أكثر مما أستحق والحمد لله. قريت كلام محمد مصطفى ولا ما قريتهوش؟ اهو بيقول لي يعني ما قراش اللي انا كتبته. لا طبعا محمد مصطفى ده محمد ده انا بقرا لك الكلام الفارغ مش عارف ده. كل سنه وانت طيب يا باشمهندس. كتابته حلوه قوي على فكره. صحيح. سالنا بعض الاعضاء او كبار الاعضاء في النادي الاهلي تقولوا ايه للمهندس عادل القيعي كمان في عيد ميلاده، نشوف كلامه. كل سنة وحضرتك طيب، وإن شاء الله يا رب دايما كده تبقى حائط صد للنادي الأهلي. دايما إحنا الأهلي يعني بيستمد قوته من القيادات اللي فيه، وكابتن عادل القيعي يعني عالم من أعلام النادي الأهلي. كل سنة وهو طيب والنادي الأهلي طيب، وده رمز وده شيء كبير حجبه من حجب النادي الأهلي، ونقول له دايما وأبدا أنت كبير وما يهمكش أي حد يقول عليك حاجة. الشجرة المثمرة هي التي دايما بتكون مستهدفة. كل سنة وطيب كابتن عدلي، وربنا بديك الصحة طول العمر، ودايما تمتعنا بحديثك الجميل المشوق في برنامج ملك وكتاب. كل سنة وحضرتك طيب وبخير، ودايما موجود معانا، ومن الشخصيات المرموقة المحترمة، وذو فكر خاص وذو رأي خاص، عنده فلسفة كده في الحياة وفلسفة في رأيه، وليه نسبة مشاهدة عالية جدا، ويمكن بتسبب له مشاكل عشان صريح زيادة على اللزوم، فبقول له خد بالك من نفسك شوية. طبعا احنا بنقول له بصوت طيب قبل أي حاجة. هو طبعا من الناس الناجحين جدا في النادي الأهلي من زمان قوي، يعني من أيام كابتن حسن حمدي. طبعا الصفقات بدأت ترجع تاني زي الأول، مش هننسى طبعا دور كبير بتاعه اللي بيعمله في النادي من ساعة ما رجع تاني، ومن طبعا وبقى إعلاميا بقى حد كويس جدا. باشمهندس عادل القيعي بنقول لكم سنة طيب، وإن شاء الله في المزيد في القادم يعني أنا يبقى أفضل إن شاء الله. صباح الخير طيب يا كابتن عادلي، وإن شاء الله كده تبقى معنا كل سنة، وعلى طول تدافع كده عن النادي الأهلي وتجيب حقه. ويعني إحنا شفنا صفقاتك لما أنت رجعت تاني، صفقات الأهلي رجع ورجع مكان الأهلي رجع تاني، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب يا كابتن، وعايز أقول لك أنت ملك الصفقات في مصر، وبتمنى حضرتك التوفيق في كل حاجة، وإن شاء الله تفضل مع النادي على طول. كل سنة وأنت طيب، وإن شاء الله عقبال 100 سنة ومزيد في الصفقات والتقدم إعلاميا إن شاء الله فنيا، ونحتفل مع بعض السنة الجاية بعيد ميلادك بأفريقيا إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيب كابتن عادل القيعي، ملك الصفقات مفيش كلام. باشمهندس اكيد في صور معينه استوقفتك في التقرير. انا في صور مش موجوده عندي. يعني الصوره في مركب الصيد دي كنا في شرم الشيخ في بدايه التسعينات. ودي مع المهندس سيد مرعي. والاستاذ سعيد حشمت كان رئيس جهاز الرياضه. وكنا طالعين في رحله صيد. والحقيقه هي دي ده احنا
واحنا طالعين لسه ما مشيناش 30 متر راحت الصناره غمزه وطلعنا سمكه نادره اسمها حصان ملونه كده هتطلع بره تبيض على طول. السمكه دي زي قعدنا في البحر يمكن بيتنا او رجعنا متاخر ما صدناش غيرها يعني واحنا طالعين. فالمهندس سيد مروي قال خلاص هي دي اكلكم انتوا حرين تجيبوا غيرها تاكلوا هي دي اللي هو ده رزقكم لوحده. فالحقيقه كان يوم ممتع جدا وناس عظيمه ومتواضعه. فالصوره دي تستوقفني تماما يعني. كان في صوره وانت بتغرس شجره ده كان واحنا بنجهز لافتتاح اهل مدينه نصر. وانا استوحيت الفكره من شجره كانوا مسمينها شجره نفيسة الغمراوي ورحمه الله عليهم وعمين عمواه رحمه الله عليهم. وتحولت الى من اهم الاشجار في حديقه الخالدين في النادي. هي شجره متوسطه بالزبط. في الجنينه وبضلها قدام صاله الترتيب على طول. وكل واحد يعني تحولت الى مقام كل واحد توفاه الله يوصي انه يحط اسمه على الشجره. فانا قلت احسن حاجه تخلي الناس ترتبط بناديها انها في يوم من الايام تزرع شجره وما تيجي بعد 20 سنة تقول أنا اللي زرعت الشجرة دي بتاعتي. كان وجهة نظري كده. فكنت بجيب الأطفال وولادي يجون معايا كل واحد فيهم زرع شجرة في مدينة نصر. وأنا ابتديت طبعا عشان الناس يعني تتحمس إنها يعني مش مسألة فكرة إنك توسخ هدومك بالتراب ولا حاجة إنما فكرة فلسفة إنك تزرع شجرة داخل النادي الأهلي تقابلك بعد كده بعد سنين عمرك وتقول لك انت اللي زرعتني. طيب انت الحقيقه زرعت كتير قوي. زرعت كتير للنادي الاهلي من الخير ومن الشجر ومن كل ما هو اثمر الكثير من ثمار يافعه ونافعه للنادي الاهلي. الحمد لله. كانت من ضمن اشجارك الخضراء فعلا مجله الاهلي. طبعا مجله الاهلي دي من اعظم من المفارقه ان احنا دي بقى يعني من مفارقات الاقدار السعيده واحنا بنحتفل بذكرى نشأة النادي مجلة النادي الأهلي لأنها كانت في مارس 74 ده العدد الأول منها يتواكب دلوقتي مع عيد ميلاد المهندس عادل القيعي ويتواكب مع حدث أو يتقاطع مع حدث ثالث أهم. وقت ما أصدروا المجلة كانت مصر بتنظم كأس الأمم الأفريقية 74 مارس 74 فكان منشطة المجلة في العدد الأول ليها بدأت الدورة الأفريقية وربنا يستر هتبدأ الدورة الأفريقية ولسه بندعي ربنا يستر كمان بإذن الله. ايه القصه ايه الشجره دي؟ انت قلت كلمه بس هي كانت ذات علاقه ان يتواكب يعني الكلمه دي ذات علاقه ما بتنساش انت التعليق. احنا كنا الفكره انا كنت عملت مجله سنه 71 اسماء الابطال على حسابي وبعت فيه عربيتي قعدت احوش يمكن 10 سنين اشتريت عربيه بعتها بعد 10 اشهر عشان اعمل مجله. ودي هي اللي خلت بدايه علاقتي بالاعلام ان انا ابقى بكتب. وبدات بدعابه مجله الابطال دي بقرا حاجه فبنتقدها. شباب ومش عاجبه حاجه. قام واحد قال لي ما توجعش دماغنا روح اعمل لك مجله وبكتب اللي انت عايزه. الكلمه دي اتصورت فضلت ترن في دماغي. واي نوت؟ ليه لا؟ تك 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 قلت لابويا قال لي حلو قوي يلا شد حيلك. قلت له طب انا ما تشوف لي 1000 جنيه ولا 500 جنيه. قال لي شوف الفكره حلوه وريني انت هتعملها ازاي. ما قلتلوش بقى ان انا هبيع العربيه حتى. بعت العربيه وجبت 900 جنيه وحطيتهم. والمهم عملت مجله الابطال انا وناس معارف. وكان المكتب بتاع المجلة في البدرون في العمارة بتاعة إبراهيم الخليل رحمة الله عليه. يعني والله كنا عملنا المكاتب نفسها عشان نوفر فلوس جبنا لوح خشب حبيبي وول بيبر وصنعناها. كان أحد الشركاء معايا معيد في كلية فنون تطبيقية بالمنشار والمسامير وعملنا مكاتبنا وكراسينا وكل حاجات. المهم يعني ادتني الخبرة وادتني قعدت سنة وما قدرتش أكمل لأن مفيش إعلانات مفيش حاجة. بس طلعت منها بعد سنتين في نهاية 73 كده الكابتن صالح كان في لندن. هو ما يروح لندن لازم يجيب شريط فيديو يعمل حاجة واندهنا بقى نتفرج على ماتشات ليفربول أو الحاجات اللي بنحبها.
فلقيته ماسك مجلة كده صغيرة. قال لي ليفربول عامل المجلة دي. ليفربول. ليفربول. تصفحت قلت له حاجة لذيذة جدا عقبالنا. قال لي طب يلا. قلت له يلا ايه؟ قال لي ما تيجي نعمل مجلة. انت مش كنت عامل مجلة؟ ما تيجي نستفيد بخبرتك في الموضوع ده. قلت له انا المجلة اللي كنت عاملها كنت عاملها زي بتاعت ليفربول ورق كوشيه ودي سبب فشلها. قال لي ازاي؟ ان الكوشيه غالي. قلت له غالي. وكان في مطبعه واحده هي اللي فروزا اليوسف بتعمل. أيوه. الاوفست بالظبط. قلت له كنت بعمل الغلاف في فروزا اليوسف وبطبع المجله في الاخبار وارجع اخد الغلاف واديه الاخبار يتجمع حدوته. قلت له مش مستحيل تطلع بالشكل ده. قال لي وريني. كان ممنوع انك لان كان تصاريح الجرايد والصحف كانت عند حافظ غانم اللي هو مسؤول عن الارشاد القومي. الارشاد القومي. وكان مدير مكتبه واحد صاحبنا ربنا يديله الصح اسمه محي رجب في النادي الاهلي. عايزين رخصه. هجيبها ازاي؟ انا مجله الابطال جبت رخصتها ازاي؟ رحت اجرت رخصه من الصعيد اسمها صوت الصعيد. فكنت اكتب صوت الصعيد صغير كده تحايل عليها وتكتب ملحق رياضي الابطال قد كده. واعمله كنت بجرب 25 جنيه في الشهر. الرخصه دي. طب عايزين نطلع رخصه مش هنطلع الاهلي برخصه مؤجره. فقلت له انا عايز اقابل حافظ بيه. خد لي ميعاد والراجل قابلني. قلت له عايزين نعمل مجله للنادي الاهلي. قال لي ممنوع يا ابني مجلات وكمان مجله فئويه. قلت له دي هتتكلم في الرياضه بس. ومش هتتكلم في السياسه ولا هتيجي ناحيتها. اداني الموافقه. من هنا انطلقت رحت قلت ايه نجيب مين؟ فكرت في الاستاذ جلال الحمامصي. استاذ الاجيال. دخان في الهواء وكان هو طبعًا. اهلاوي كان طبعًا. يكتب على الاهلي فقلت يا سلام ده لو طبعًا. حط ايده معانا في الموضوع طبعا. وبعدين لقيت احد اسباب فشل مجلتي اني ما عنديش اعلانات. طب مين دلوقتي وكيل مدير وكاله الاهرام للاعلان؟ قالوا لي الحاج سيد مرسي الاستاذ سيد مرسي وده عضو في النادي. رحت له الاهرام. عملنا مجلس اداره برئاسه استاذ جلال الحمامصي وعضويه بقى. ودي المفارقه الحقيقه اللي كانت ان هي بدايه المجله رئيس مجلس الاداره مش رئيس النادي. لا جلال الحمامصي وهو اشترط كده. ايوه احنا كنا عايزينه يبقى رئيس تحرير رفض. وقال لا انا رئيس مجلس اداره ما عنديش وقت ان انا ابقى رئيس تحرير بالمسؤوليات بتاعتها. وكان الاستاذ ففكرنا مين كان قلنا نجيب واحد بقى ايه هو اصلا في النقد الرياضي بس بعد شويه عشان ما يجيش محمل باي علاقات او الاستاذ عبد الرحمن فهمي ربنا يديله الصحه وفريق يوسف رحمه الله عليه جه رشحه كمال بينه يبقى نائب رئيس تحرير وانا كنت مدير التحرير. ده صف البدايه دي الترويسه بتاعت الاعلانات وجبنا اعلانات بقى. ورحنا عملنا اعلان عقد اعلان مع الاهرام. ودي بدايه المجله دي وعقد الاعلان دي بدايه ان الاهرام يفكر يعمل تسويق من خلال الرياضه. في الرعايات يبدا يفكر في الرعايات لان احنا جبنا اعلان من خلاله ونظمنا ماتش لليجا وارسو كان ثالث العالم لعب معانا في مصر يعني والفوركاست او التقسيم الماليه مشيت ما خرجتش ميه فدي شجعتهم. انا بحكي لك دي الشجره الكبيره اللي زرعها المهندس عدلي في مارس 74 في النادي الاهلي. طب قول لي بقى معلش ليه مارس انت انا ده انا بقى بسرعه احكي لك دي. لما جينا بقى عملنا اجتماع وجات لنا الرخصه. ايوه الميزانيه 5000 جنيه فالنادي قال انا مش هبعتر فلوسي. تعتبر سلفه ترد من النادي تكلفه اول اربع اعداد. وتطلع بشكل اللي هو البروتوتايب اللي بتطلع بيه ده. ايوه انه ما يكلفش كتير. وتتباع بجنيه. ايوه طب يا استاذ جلال عايزين ننزل بالمجال. قال دي هتاخد لها نعمل الخطوات بقى العدد الزيرو تجربه وبعدين نعمل مساله شهرين. قلت له لا احنا عندنا البطوله الافريقيه كمان 9 ايام. لازم تطلع مع البطوله الافريقيه. قال لي انت اتجننت ده احنا ما عندناش حاجه خالص. قلت له يا فندم بيسوقها نفسها
ده انا لو رحت بس للمدربين كل واحد قال كلمه ورحنا لكرامر ورحنا لاتحاد الكوره وحضرتك عملت لنا المقدمه والاستاذ عبد الرحمن فهم قلت له المجلم هتتكتب في يوم والله. ففي الاخر الحيت وبعدين قام عمل لي ازاي لو فشلت هشنقك. فطبعا ضحكنا كله قلت له لا يمكن تفشل، لدرجه ان الاستاذ محمد حسن حلمي كابتن زموره كان هو رئيس اتحاد وقتها وكان زي رئيس اللجنه المنظمه. ايوه. فاول رايح بقى اقول له عايزين تذاكر لمجله الاهلي، قال لي ايه؟ ايه؟ قلت له مجله، قال لي ايه مجله الاهلي دي؟ قلت له ما احنا نازلين مع ال، ووريته بقى الاجراءات وبتاعه وطلع لنا دي قصتها يعني. وفي مارس انا ليه بقول لكم هي شجره وشجره كبيره قوي؟ لانه في هذا الشهر اولا عايزين نشير اشاره تاريخيه، لانه الرواد الكبار لازم نذكر فضلهم وتعرفوا قيمه وعراقه النادي الاهلي حتى على الصعيد الاعلامي. في الثلاثينات في عام 33 تم طبعا العثور مؤخرا على كنز اثري مهم في دار الكتب. مجله الاهلي او النادي الاهلي كان له محاوله لاصدار مجله خاصه بالاعضاء داخل اسوار النادي في عام 33. تخيلوا النادي الاهلي سباق في تاريخ الصحافة المصرية إلى أنه يصدر مجلة باسم النادي في عام 33، بس كانت مطبوعة خاصة للأعضاء. إنما مجلة تتوزع للجمهور تطلع في مارس 74 تثمر حتى تؤتي ثمارها بهذا الشكل وكل النادي الأهلي. المجلة دي أول مشروع استثماري في النادي الأهلي. في النادي الأهلي صحيح. لأنها في سنه من السنين من التوزيع بس من غير اعلانات حققنا ارباح، سلفت النادي الاهلي 3 مليون جنيه. صحيح. من ارباحها. صحيح. من ارباحها. صحيح ده حصل كتير. وحقق من خلالها النادي الاهلي رياده تاريخيه كبيره جدا، بقى اول نادي في الشرق الاوسط يمتلك مطبوعه تتحدث باسمه، بقى اول كيان في مصر يصدر مطبوعه رياضيه، فبالتالي حقق الاهلي هذا السبق التاريخي المهم جدا في مجال الإصدار الصحفي. بعد كل هذه السنوات جمهور الأهلي ارتبط بمجلة الأهلي، فرأت مجلة الأهلي في احتفال الأهلي بمرور 111 سنة على نشأته في العام الماضي أنه يكرم جمهوره. وما أروع أن يكرم الأهلي جمهور الأهلي، وما أجمل أن تحتفي مجلة الأهلي بقراء الأهلي. امبارح كان الفائزين أو كان الفائزون بمسابقة 111 سنة على نشأة النادي الأهلي على موعد مع جائزة زيارة النادي الأهلي. كان في مسابقة نشرت في العدد الشهري، النتيجة بتاعتها الفائزين ال 111 تم دعوتهم لقضاء يوم في النادي، ساعدوا جدا. عايز أقول لك أنت امبارح يمكن زرتهم في بعض اللحظات قبل التمرين. إنما حجم السعادة اللي عندهم، أنا فيه واحد من رجال القوات المسلحة في المعاش جمال عبد المنعم قطب من طنطا، خرج من غرفة العمليات ايده قال لي انا ما كملتش علاجي في المستشفى عشان اجي النادي الاهلي. لقيت راجل كبير في السن الحاج عبد ربه جاي من اويسنا بكى اول ما دخل النادي، انا ما كنتش متخيل ان انا هموت من غير ما اخش النادي الاهلي. ست اسمها الحاجة صباح جاية من افط انا عشان تزور النادي الاهلي. ده قصصه طبعا. صديقك مليجي حنكو، مليجي حنكو وكل الاهلاويه قد ايه كانت سعادتهم كبيره وهم في النادي الاهلي. ده الحاج جمال عبد المنعم مليجي جاب ولاده واحفاده ويحضروا التمرين ويتصوروا مع اللعيبه ويطمئنوا على مسيره الفريق قبل ماتش القمه ويتجولوا داخل لكن النادي. لكن في سعاده حقيقيه اهو الحاج عبد ربه، ويزوروا النصب التذكاري ويقروا الفاتحة على أرواح شهداء النادي ويتصوروا قدام دولاب البطولات وعند تمثال الكابتن صالح والكابتن تيتش. يعني السعادة الحقيقية أنه مجلة الأهلي تحتفي بقراء الأهلي وتكرم. شوف واحد جايب مجموعة من الأعداد القديمة فخور باحتفاظه بيها. هاي. فالناس بتمارس علاقة حب هايلة جداً وعواطف كبيره. خلي بالك المجله دي هي اللي افرزت بعد كده كل الاليات الاعلاميه بتاعتنا، همزه الوصل الاولى بتاعتنا، فتحت النفس الى ان توصلنا الى صحيح. موضوع القناه، ودي قصه نحكيها في يوم تاني. لان قصه القناه دي عمليه كانت صعبه جدا.
وتطلبت مننا، وده الاستاذ ابراهيم منيزي والدكتور محمد العدلي. الدكتور محمد العدلي طبعا ده حرص شديد من مننا كلنا ان احنا نلتقي ونسعد بلقاء جماهيرنا اللي تكبدت المشقه انها تيجي وتزور وتفرح بناديه. ليهم كل التحيه الحقيقه. هنشوف في التقرير البعض منهم عبر عن سعادته واتكلموا طبعا عن الفرصه الافريقيه واتكلموا عن بطوله الدوري واتكلموا عن لقاء القمه. شفتوا امبارح بعض التقارير في مع الزميل عبد الحميد حسن عن هذه الزياره، لكن هنشوف في هذا التقرير انطباعات بعض من قراء الاهلي السعداء جدا بوجودهم في النادي الاهلي. بصراحة مفخرة للعرب والأفريقيا كلها، ومش مصر بس، لا للعرب كله والأفريقيا. وطبعا كان أحسن نادي من في العالم، يعني كان حصل على بطولات 20 بطولة. احنا بنقول متشكرين وكتر خيركم، وده أحلى يوم بصراحة، أحلى يوم أنا في حياتي عن نفسي يعني. ده يوم من يعني من أسعد الأيام من الواحد يعني في أحضان النادي الأهلي، والحمد لله ان الواحد يعني وفق في المسابقه وكسب، وقضي اليوم الجميل دوت في النادي الاهلي يعني. طبعا ده تاريخ اصلا، ودي امجاد النادي الاهلي، والحمد لله ان الواحد يعني وفق ان هو كسب وحضر اليوم دوت في النادي الاهلي عشان يبقى في احضان النادي الاهلي وبطولاته وانجازاته يعني. متشكرين قوي على اداره النادي الاهلي وعلى المجله وعلى الاستاذ ابراهيم المنيسي، ويوم مش هيتنسي. انا عندي 72 سنه، كان نفسي في اليوم ده لان انا بموت في الاهلي 72 سنه، فيوم مش هنساه في حياتي. انا حجيت ورحت 7 عمرات، النهارده بضيف بقى حدث كبير، اموت وانا مرتاح والله النهارده. والف الف شكر للاستقبال والحفاوه اللي احنا اتقابلنا بها لحد الان، والله متشكرين قوي قوي قوي، الف شكر. بنشكر اداره الاهلي وبنشكر اداره المجله على التكريم اللي هو غير تقليدي بصراحه. اي تكريم قبل كده كان بيبقى عباره عن حاجات عائليه، انما النهارده يوم تاريخي بصراحه، ان احنا نيجي الاهلي ونحضر تاريخه. فبنشكر اداره الاهلي وبنشكر كل المسؤولين في النادي الاهلي. انا بقى لي 3 اشهر ما اتحركتش من السرير، بس اليوم ده اتحركت وجيت، لان الاهلي ده في دمي، نادي القرن. ويا رب يا رب يا رب يوم السبت نفرحه كلنا، ويعيش الاهلي ويحيا الاهلي ويحيى محمود الخطيب. انا بحمد ربنا وبشكر فضله بعد 68 سنه من عمري، ان انا كنت مواظب وانا في بدايه حياتي العسكريه ان انا باجي بستاد التتش ده في السبعينات بالكامل، بس بعد كده الحياه العسكريه خلتني ودخلت اكتوبر 73، والحمد لله والشكر لله حققنا النصر. ودايما الاهلي عودنا على النصر، وطول عمره مرفوع الراس بمبادئه وقيمه واخلاقه، ودايما باذن الله للامام وبالتوفيق. يا كابتن يا محمود يا خطيب، واحفظك ربنا ويحفظ مصر ان شاء الله. النادي الاهلي من النوادي العريقه جدا اللي الواحد بيعتز بيها وبيعتز بالانديه بتاعتها وبيعتز بكل حاجه فيها، لان انا من الثمانينات بصراحه، يعني من اواخر الثمانينات وانا في النادي الاهلي انا وزوجي واولادي. سعيد جدا جدا، مع ان هي رابع مره لي اجي هنا في تكريم برضه قبل كده، ولكن احنا بشكر النادي الاهلي وبشكر الاستاذ محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره، وبشكر اعضاء مجلس الاداره وكل الناس اللي موجودين في النادي المحترمين اللي قابلونا احسن مقابله وكرمونا احسن تكريم. وعقبال يا رب ونيجي دايما كده اهوت، ونيجي ان شاء الله واحنا واخدين الدوري وكاس افريقيا واخدين كل بطولات العالم ان شاء الله. We'll be right back.
طيب انا شايف الموضوع بطريقه من زاويه هذا هو قدر النادي الاهلي وقدره ودي مكانته وده تاثيره على الناس ودول جماهيره والسمت بتاعهم بيعكس المثل اللي استوحوه من النادي الاهلي شوف الفخر اللي بيتكلموا بيه عن النادي الاهلي شوف العلاقه الغير زائفه الغير داخله في تفاصيل النصر والهزيمه داخله في كيان النادي الاهلي ورمزيته هذا هو دور النادي الاهلي شوف حبهم للعيبه وتقدير اللعيبه ليهم يعني الموضوع انا لو لعيب واشوف الناس دي لا يمكن ما تاثرش يعني هم نزلوا وتصوروا معايا قالوا لي ما تطلعش عشان عارفين ان انا مضاربه صعبه عليا وصلاح جمعه الحقيقه كانوا يعني فانت ان هم يتكلموا معاك يعني انت استاذ ابراهيم الحقيقه احييك على هذا التفكير الله يخليك واحييهم على هذا الحرص على الحضور لا ان شاء الله الشهر الجاي في ابريل برضو الذكرى الجديده لنشاه النادي لازم تبقى فيه حاجه كبيره زي كده باذن الله توصلنا مع الحاج جمال عبد المنعم مع سامي قمصان وده الاستاذ ابراهيم منيسي مع طارق سليمان ودي الحاجه اللي جت من حاجه جايه من قفط انا جايه بتوسط طارق على شريف اكرامي والشناوي قلت لها هيخلي الاثنين يلعبوا الماتش الجاي مع بعض فعلى كل حال يعني هذا كان يوم من الايام الجميله يعني كنت حاسس كده من فرحه الناس بان النادي الاهلي ده فعلا يعني بيمثل شيء رائع وهي دي الشاشه اللي انا احبها هو ده المثل اللي احب اقدمه هي دي الرساله اللي احنا عايزين نتناقش فيها الدخول في صراعات مباشره ومهاترات لا يليق وده بقى دول احفادهم يعني بص هو في التمرين بيتفرج على التمرين برافو عليك يا اللي صبرت وصورت بص اهو يعني عايش اللقطه قوي اهو جات جول انبسط اذا هكذا يحتفى بالاهلي وهكذا يحتفي الاهلي بجماهيره ويا رب من نصر الى نصر باذن الله هي ديت لعلمك الاهلي كظاهره اجتماعيه انا كذا مره اقول يا جماعه الاهلي اكثر من مجرد نادي لا 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 طبعا لانه عبقريته انه في القرن الماضي ياسسوا النبلاء والنخبه الاجتماعيه وقتها ثم يتلقفه كل ابناء الشعب ويحتضن الجميع يعني تشوف طبيعه النشاه من الناحيه الارستقراطيه الاجتماعيه في مطلع القرن الماضي كانت عامله ازاي ويبقى نادي لكل الشعب دول مثلا كانوا حريصين ان هم يزوروا النصب التذكاري ويقروا الفاتحه طبعا ويقروا الفاتحه ترحما على ولادهم من جماهير النادي الاهلي اللي يا رب نسالهم ان يحتسبهم شهداء عنده ويتجولوا بعد كده في كل ويبقوا سعداء وفخورين جدا عند دولاب البطولات وهم بيتاملوا كل هذه الانجازات اللي عاشوها يعني انت لما النادي الاهلي ده مش مزار والنبي طبعا يعني شفت زور ايه ولا ايه ولا ايه وتتصور مع ايه ولا ايه ولا ايه وكل ايه من دول لها قصه صحيح تستطيع ان يعني تسردها بفخر وتدي لك الهام لحاجه طبعا الحفاظ على النادي الاهلي كان قضيتنا الرئيسيه استاذ ابراهيم واسترداد قيمه وتقاليده وترسيخها ما احناش مجرد نادي بيروح يكسب ويرجع يعني العميد محمد مرجان برضو اهتم انه يرحب بيهم ويتصور معاهم قدام دولاب البطولات فالحقيقة يعني هي دي لحظات السعادة لناس بتحب الاهلي بجد يعني شوف الناس قالت لك ده الراجل الكبير الحاج عبد رب يقول لك يعني عبد رب من قويسنا قال لك كنت خايف لموت وما ادخلش النادي الاهلي يعني شيء جميل وحاجه تفرح وتستمر الانتصارات يعني امبارح هذه اللحظه وهذه الفرحه والنهارده هذه البطوله الغاليه اللي بطلات الاهلي احرزنا بها النجم العاشره بقت البطوله العاشره في بطوله افريقيا للانديه بطلات الدوري اللي بيحرزها النادي الاهلي بجداره واستحقاق اليوم بالفوز على قرطاج التونسي في النهائي بصاله الامير عبد الله الفيصل 3-1 مباراة كادت
تفلت في الشوط الأخير، لكن الحقيقة فريق الأهلي كان عند حسن الظن بيه وعند درجة تمثيل الأهلي بجد. ولكن الانتظار أيوة في ثلاث حاجات. أيوة يعني أنا لما أقول ما أحلى الانتظار بعد الانتظار، أولا الانتظار نحن لسه 11 عشان نقابل جماهيرنا. ده ملعوبة. فكانت تسوى. يعني تسوى الانتظار. هذه أول انتظار. ننتظر للانتصار. ثاني انتظار ان الفريق البنات ده خسران في البطوله العربيه قدام ذات الفريق. وهناك مخاوف انه الموضوع يتكرر. ايوه الماتش ما كانش سهل ابدا. ايوه وابتدى النادي الاهلي خسر اول شوط وكسب شوطين وتهدد في الثالث واستعاد نفسه. ايوه هذا الانتظار لتحقيق انتصار يرجع الهيبه، لان ده افضل فريق في افريقيا بلا منازع. أيوة. فريق النادي الاهلي ده. ايوه زائد انه هتبقى البطوله العشرة. اخر انتظار بقى ان النادي الاهلي عانى من ثلاث مفاجآت سخيفه غير متوقعه في اقل من 10 ايام. ثلاث نهائيات يا استاذ ابراهيم، واحده للسيدات واثنين في كره السله للرجال. أيوة. كلهم في كره السله. يعني يحصل اخفاق فيهم. ايوه بلا مفهوم. يعني تتفوز على الاتحاد السكندري اللي هو اقوى فريق السنه دي، ثم يضيع منك ماتش سموحه. على اي حال كنا محتاجين هذا الانتظار، الانتصار الذي يكسر يعني هذه السلسله من الاخفاقات. وعشان كده تلاقي فرح عبد القادر قال بعتذر للناس كلها عن النتائج اللي حصلت وبجنها ما تتكررش في الهزه الاخيره. الجداره والاستحقاق الحقيقه في جوائز التفوق الفردي اللي حضراتكم شايفينها، لانه آية الشامي واحده من لاعبات الاهلي البارعات استحقت جائزه افضل لاعبه في بطوله افريقيا. خلي بالك آية الشامي ورثت عرش توتو. ايوه تهاني بالظبط. احنا ما تهاني اعتذرت قلت خلاص بقى هناخد لنا 10 سنين تانيين بقى على ما نعمل فرقه. آية الشامي لكن ما شاء الله. الحقيقه ما شاء الله رؤوف عبد القادر استطاع سريعا انه من الناشئات يسيب فريق مع حمدي الصفي تألق تماما. واستمر وكل متوسط السن صغير. صحيح. شروق فؤاد خدت افضل معده، فريده العسقلاني خدت افضل حائط صد، بالاضافه الى بقيه جوائز التفوق الفردي في البطوله. يوليا فورنو لعبت قرطاج حصلت على افضل ارسال، فاطمه خطري لعبت قرطاج ايضا خدت افضل استقبال، شارون كبيرنو لعبت فريق الانابيب الكيني خدت افضل ضاربه، سلمى حمروشي لعبت المجمع البترولي الجزائري خدت افضل ليبرو في البطوله. كمان الاهلي استحق هذا الاحتفاء والاشاده الكبيره اللي استحقها من الاتحاد الافريقي على هذا التنظيم الرائع للبطوله برئاسه المهندس محمد سراج الدين. هو اسعد الناس النهارده عضو مجلس الاداره. الحقيقه عمل كنت تلمس قلقه وفي كان قلق المذاكر اللي عايز يعمل حاجه حلوه قوي. صحيح. وده يا جماعه الدور الكبير اللي النادي الاهلي بيلعبه. احنا اتكلمنا قبل كده، شوفوا مجلس الاداره حريص انه يخلق كوادر اداريه لمستقبل النادي ازاي. كل بطوله بيسند تنظيمها ورئاسه لجنتها الى عضو من اعضاء مجلس الاداره، بالذات من الاعضاء حتى الشباب اللي تحت السن في كل مناسبه. تعرف بقى خبرات. انا بس عايز اتكلم في حته اسناد المسؤوليه. لان مش اسناد شكلي. ايوه هو مش بيروح يلاقي اجهزه يبقى بيمضي لهم على ورق بصفته رئيسي بتاع ده، بيبقى مسؤول عن كل البطوله حتى مالياتها وتسويقها. هو اللي مسؤول يروح يجيب الرعاه. أيوه. هو المسؤول اللي يسوقها. أيوه. هو المسؤول على المصروفات والايرادات. هو المسؤول ان البطوله تكسب ماديا وفنيا. ايوه فلما ينجح شاب كل مره بيتغير هذا الشاب عشان يبقى منجح شباب من أيوه. في المهمات دي، يبقى انت بتسيب كنز من الخبرات الاداريه لمصر مش للنادي الاهلي. ايوه فيضاف محمد سراج بخبرات كبيره جدا الى هذه الكوادر المميزه جدا في عايز اقول لقطه بس مجلس الاداره. الشوط الاولاني الجماهير ما كانتش تمكنت من الدخول. كان في 201 مشجع بس. ايوه خسرناه. انا ما اقولش ان ده السبب. ايوه وفجأة اندفع الجماهير وكان هدير وزئير وقول ما تقول، لقينا فرقة تانية بالظبط.
وهو ده الاهلي هبت جماهيره، ادي للاهلي جمهوره وارميه البحر، هيطلع سليم ومعافى وقوي. عشان كده عودة جمهور الاهلي لمساندة الاهلي في كل البطولات المرحلة الجاية ان شاء الله يكون اكبر داعم واكبر حافز، ويخلي الجمهور نفسه عليه مسؤولية، يخلي الجمهور حريص ان هو ازاي يلتزم ويحتفظ بشكله ويحتفظ بالتزامه ويحتفظ بانضباطه عشان يفضل دايما وابدا في ظهر فرقه ومساندة لعيبته. سيف زاهر النهاردة، الاستاذ سيف زاهر بيلمح ان في مفاجأة سارة للجماهير في الماتش القمة. نتمنى هذا، لكنه يعني حتى الآن هي المسألة بدون جمهور، فحنشوف ماذا تفضي به. سيف زاهر عضو مجلس إدارة، فكلامه هو المسؤول عنه أو عن حجم المفاجأة، لكن المؤكد أنه الفترة اللي جاية في حرص على عودة الجماهير، ممكن بعد القمة، لكن القرار عند الجمهور بنسبة كبيرة جدا. والحمد لله يمكن قلنا لكم الحلقة الماضية بجهود كبيرة من مجلس إدارة النادي الأهلي، من اللجنة اللي شكلها المجلس لمتابعة ملف الجماهير وتعاون الشؤون القانونية، حتى من بره الشؤون القانونية الأستاذ محمد رشوان المحامي بذل مجهود مضني جدا جدا في مساندة ملف الجماهير، إلى أن تم الإفراج عن كل الجماهير اللي كانت النيابة استوقفتها لفترات طويلة، في ناس منها محتجزة بقالها سنة تقريبا أو أكتر من سنة، حصلت على الإفراج وما عادش فيه مشجع واحد رهن التحقيق. دي بداية كويسة، بس دي مسؤولية كويسة. مسؤولية بقى، مش عايزين موقف ده يتكرر. المسألة قانونيا تمت، بالتالي على كل الجماهير اللي تدخل في أي مناسبة تكون حريصة باستمرار على المزيد من الانضباط، لأنه ده النادي الأهلي. والنهاردة الحقيقة كان جزء من تقدير المسؤولين للنادي الأهلي حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمناسبة مهمة، مناسبة تسويقية في النادي، معرض سبورتكس للأدوات الرياضية في النادي الأهلي، المؤتمر الصحفي اللي أقيم لهذا أو لإقامة هذا المعرض الدولي للأدوات والمنتجات الرياضية. المعرض هيكون في أرض المعارض، المؤتمر الصحفي كان في النادي الأهلي، شرفه بالحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي. شوفوا كلام الدكتور أشرف صبحي وهو واحد من رجال التسويق المتخصص، دراسته الأساسية بالضبط، لما يصف النادي الأهلي أنه الأهلي نادي قومي، حتى اللفظ يعني في محله، نادي قومي بيعي مسؤولياته، بيتحمل دوره، قلناش حاجة، بيقوم بمهامه تجاه دولته وتجاه وطنه، هو ده دور النادي الأهلي، وده تقدير وزير الشباب والرياضة أو تقدير الحكومة المصرية لما يفعله النادي الأهلي من أدوار كبيرة. لما يفعله النادي الأهلي من أدوار، أقف لحظة هنا. اتفضل. أنت مش مضيع وقتك في التهاتر والرد. أيوه. بتتأذي، بيوجه ليك كلام، وناس بتطالبك بالرد. وكأن المسألة يعني إذا استمر كده تستغرق عمرنا كله يا أستاذ إبراهيم. لكن انت قررت تعمل ايه؟ ان تنصرف عن الرد والتهاتر الى العمل. عامل مؤتمر ومعرض. ايوه. وبتستقبل بطوله افريقيه. لا ده انا لو وريتك حجم حفاوه الناس لما الاهلي نظم لهم زيارات، لزياره الاهرام وزياره المتحف وزياره، مش ده دور لتنشيط السياحه ولا ايه رايك؟ اتفرج على كلام الافارقه والعرب على النادي، على هذا دور النادي الاهلي المجتمعي تجاه بلده. بالظبط. يا ناس يفهموا يعني ايه نادي قومي، نادي دوله. مش نادي سلطه. احنا نادي نتسق مع اهداف بلدنا. احنا نخدم هذه الاهداف باخلاص وبصدق ودون ادعاء. فانت ما انتش منشغل غير بانك تقدم كل نموذج طيب يا استاذ ابراهيم في الوقت اللي بتتلقى فيه هذه السهام. ولكنها سهام مثل الدبابيس في جسد جاليفر في بلاد العمالقة، قلت لك قبل كده. صحيح. بعد ما الدكتور أشرف صبحي قال إن فكرة المعرض الرياضية أصبحت ظاهرة في السنوات الأخيرة عالميا، وإن دخول مصر في هذا المجال واستقطاب العلامات التجارية العالمية كان أمرا مهما للغاية، قال كمان إنه ده في ظل تعزيز دور القطاع الخاص والتفاعل مع الأندية الكبيرة وعلى رأسها النادي الأهلي. وقال وزير الشباب والرياضة إن الوزارة بتشجع الاستثمار في المنتج الرياضي بشكل عام والتعامل مع الشركات العالمية،
وقال الدكتور أشرف صبحي النادي الأهلي كنادي قومي كبير يمنح التجربة أهمية كبيرة وسوف يكون دافعا للعديد من الأندية الأخرى لتحذو حذوه، وهو ما يعزز مكانة مصر التي تقود قاطرة التنمية والاستثمار وما يستوجبه من حراك تجاري واستثماري. الوزير أشار إلى قيمة وأهمية مشاركة الأهلي بالحدث الإيجابي، وقال إن الوزارة لديها ثقة كبيرة في نجاح التجربة من خلال دور وتأثير النادي الأهلي، متمنيا للنادي ومجلس الإدارة دوام التوفيق. أما اتكلم الكابتن محمود الخطيب قال إن النادي الأهلي عنده التزام كبير وأساسي بالدور المجتمعي اللي منوط به القيام به، وأشار إلى أن احنا قال إن احنا الأسبوع اللي فات في نفس المكان كان في ضيافتنا وزير التربية والتعليم، وكنا بنتكلم في إزاي توقيع بروتوكول بين النادي الأهلي ووزارة التربية والتعليم مع الدكتور شوقي، وإزاي النادي الأهلي حريص على دعم بنك المعرفة ببروتوكول مهم، وده في إطار هذا الدور المجتمعي اللي النادي الأهلي بيقوم بيه على كافة المناحي. مش مضيع وقتك، بقولك اللي يبسطك يا أستاذ إبراهيم، ما هو أصل كل حاجة في نقط لازم تقف تتوقف أمامها. أي. حجم الشباب المشارك بمشروعات ومبادرات شخصية وشراكة تدلك على أن النادي الأهلي الذي ألقى بحجر التسويق في الماء الراكد. أيوة. النادي الأهلي في سنة 2000 لما فكر يعمل إدارة للتسويق ما كانش بيعملها لنفسه، كان بيعملها عشان يحرك، أن يقول لهم يا جماعة الأندية والمؤسسات والهيئات لازم تشتغل في هذا الاتجاه. أي. انبثقت كام شركة، كنا بنطلع نعمل محاضرات والدكتور سعد شلبي في جامعة المنصورة تحديدا يجي 4-5 مرات، معهد التربية كلية التربية يجي 4-5 مرات، سافرنا دول عربية وقلنا محاضرات وقلنا أن تجربة النادي الأهلي. ألتقي اليوم شباب حضر هذه المحاضرات ويجي يقول لي أنا، أنت مش هتفتكرني بس أنا حضرت سنة كذا في يوم كذا في الندوة بتاعتكم وبشتغل دلوقتي وعملت شركة كذا، واللي يقول عملت شركة كذا. كم الشباب اللي عمل شركات للرعاية الرياضية للتسويق الرياضي في المنتج الرياضي في إقامة البطولات، حاجة تفرحك. هو ده اللي هيخلي يعني مش الفرص الاستثمارية، لا ده هيخلي مجال جديد ما كانش حد منتبه إليه يبقى فرص عمل حقيقية جادة ويطلع رجال أعمال في مجالات مهمة جدا. وده النادي الأهلي الأكثر من مجرد ناد. صدقوني أنتوا بتتكلموا على فكرة مجتمعية كبيرة كانت في الأصل، ادوا لكل ولد النهاردة من رؤساء الشركات دي 3 دقايق يتكلم عن نفسه. صحيح، كان حاجة حلوة. إنما لما تلاقي في الوقت اللي مصر بتعود فيه إلى قيادة أفريقيا ويرأس الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتحاد الأفريقي، النادي الأهلي يتسق مع أهداف وطنه في تنظيم بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للأنسات ثم للرجال الشهر القادم، ويشارك بقوة طبعا في المعترك الأفريقي لكرة القدم، وتشجيعا للسياحة واستنهاضا لقدرات مصر السياحية. لو كان في وقت كنا هنعرض لكم زيارات الوفود الأفريقية للمنشآت السياحية المصرية سواء الأهرامات أو المتاحف اللي نظمها النادي الأهلي واللجنة المنظمة للبطولة الأفريقية، ونشوف حجم تقدير الأشقاء الأفارقة لمصر وقيمتها وكلامهم عنها. بمناسبة المزارات السياحية عندي اقتراح هنا. أيوة. ما هو الواحد بيقعد يفكر كيف يستثمر هذه الفرص. أيوة. إن كانت فاتتنا في بطولة السيدات، أنا عايز مع كل هدية تروح للبعثات يبقى في سيدهاية من وزارة السياحة. أيوة. عن المعالم السياحية، عن مصر السياحية، بروشور عن المزارات اللي ينبغي ان الناس يروحها، بحيث ان كل لاعب وكل اداري وكل رئيس بعثه يرجع بلده واخد مصر السياحيه معاه بيفرجها لاصحابه. هيجي لنا ناس هايله. شوفوا دور النادي الاهلي في اسبوع واحد بقول لكم او في ايام، الدور السياحي مع الدور الافريقي، بروتوكول مع وزاره التربيه والتعليم في بنك المعرفه، ثم معرض لتنشيط المنتجات الرياضيه من خلال مؤتمر تسويقي كبير واستثماري كبير. مين بقى اللي نظمه برضه؟ شوف النادي الاهلي، الدكتور مهند مجدي اه من A to Z
أيوه. انه المعرض ده لازم يحقق نجاح فني ونجاح مادي، مش يبقى مجرد احتضانات، لا وريني بقى شطارتك بالظبط. وحجم بقاله 3 اشهر بيشتغل في هذا الموضوع وتلم عليه مجموعه شباب هننجحك هننجحك الله، وهو قال لهم وانا هنجحكم هنجحكم وعمل علاقات معاهم وعملوا شيء رائع شيء رائع. انت قلت كلمه وانا برضو هستلفها منك، انت قلت كلمه بس لا معلش مش هقول لك كلمه واحده انه الاهلي مش فاضي لاي تهاتر، مش منشغل باي مهاترات، حتى اللي بيحاول البعض اعاقه حركته بيتجاوز ويتخطى ويمشي، بس لما المساله تمس سمعه حكم او سمعه الحكام او علاقه الاهلي، لانه اكاديميه الاهلي كاكاديميه مستهدفه ايوه ابتدت الضرب فيها بتنتشر طبعا في كل مكان، وكل مكان يتواجد فيه فرع لاكاديميه النادي الاهلي بتلاقوا حجم الاقبال عامل ازاي، فيبدا الكلام على انه اصل الحكم الفلاني شغال في اكاديميه الاهلي، فيثبت ان ده مش صحيح. يبقى الجديد اصل عصام عفتاح رئيس لجنه الحكام بنفسه ابنه بيلعب في اكاديميه الاهلي، وما اعتقدش في حد اشتكى من الكابتن عصام عفتاح ولجنته السنه دي اكتر من النادي الاهلي. ده كابتن عصام بعد اللي حصل من سنه كان ممكن لو له ابن لازم ياخده ويمشي. صحيح. فيتم بس هذا الكرنيه. ده ابن الكابتن عصام عفتاح وده كرنيه اكاديميه النادي الاهلي. مين ده يا سيدي؟ قال لك ده محمد عصام عبد الفتاح. ده مواليد او 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 ال ال الكلام عماد. اللي اتكتب انه في عماد ده هو اسمه محمد ده عماد عصام عفتاح. ده عماد عصام عبد الفتاح مواليد 2002 يعني 17 سنه. ده قالوا ده ابن الكابتن عصام عبد الفتاح وده بيلعب في اكاديميه الاهلي، عشان كده الحكام بييجوا ضد النادي المنافس وبيجاملوا النادي الاهلي. طب ما ده كلام صحيح يحرق بجد. ازاي رئيس لجنه الحكام مودي ابنه اكاديميه النادي الاهلي و بيلعب في النادي الاهلي وبيمثل النادي الاهلي؟ ما هو الاب مش هيكون ضد مشاعر ابنه، يعني يبقى رئيس شيء طبيعي يعني جدا. رئيس اتحاد معلش والنبي رئيس اتحاد كره اليد لما ابنه يلعب في ناديه صح دي خلي دي على جنب، لكنه ما هو صحيح. ازاي ابن رئيس لجنه الحكام يلعب في النادي الاهلي؟ ما هو شيء طبيعي انه رئيس لجنه الحكام مش هيجي ضد ابنه وهيراعي الاهلي وهيراعي مشاعر ابنه، لانه ابنه بيلعب في اكاديميه الاهلي. ابنه اسمها بيه؟ قال لك اسمه عماد عصام عبد الفتاح ومواليد 2002 يا باشا وفي فرع المنصوره وغلطان النادي الاهلي واكاديميته متورطه. لكن تقولوا ايه لما يبقى الكابتن عصام عبد الفتاح ما عندوش في الاصل ابن اسمه عماد؟ تجيبوها ازاي بقى؟ قولوا لي تيجي ازاي؟ لا لا اكتر من كده. لما يكون الكابتن عصام عبد الفتاح هيروح المنصوره وهو من الصعيد. كابتن عصام عبد الفتاح من بني سويف، حطيته بني سويف جنب المنصوره، قلنا ممكن، خليته عماد يبقى اسمه عصام او يبقى اسمه محمد يجوز، لكن واحد يبقى عنده 17 سنه يبقى عنده 11 سنه ما اعرفش تيجي ازاي. فيطلع الكابتن عصام عبد الفتاح يكذب كل ده، ما عنديش ابن اسمه عماد، انا من بني سويف مش من المنصوره، ابني اسمه محمد عصام الدين عبد الفتاح بيلعب في اكاديميه في القطاميه منسوب ليها او في منطقه باب الشعريه، وعنده 11 سنه وده جواز السفر بتاعه، محمد عصام الدين عبد الفتاح حسن عبد الحميد، وده مواليد 3/7/2007 يعني 11-12 سنه. اصل اكاديميه الاهلي ما بتاخدش 16 سنه في نادي القطاميه جاردنز. طيب يا جماعه، وده كمان الكابتن جمال العقاد هو المدير التنفيذي ليها، يعني ده جواب القيد بتاعه في منطقه الجيزه عن نادي القطاميه جاردنز. لا الاهلي له علاقه ولا عصام عنده عماد ولا محمد عنده 17 سنه ولا اي حاجه من ولا قصه كبيره، ولا في حد في الاكاديميات عنده 17 سنه ممنوع ولا اي حاجه من هذا التهييس الغريب جدا اللي بيلحق بيه او بيراد منه الحاق الاذى
بسمعة النادي الاهلي. لا استاذ ابراهيم انت ليه بتسميه تاييس؟ ده حاجه من اتنين، يا تزوير يا تدليس. مش تهييس. تهييس ده لما نكون بنهزر وبيقول كلمه ببراءه بس تطلع تهجيصه، ده مخطط زيه زي الجوابات اللي عماله تتزور وعارفين مين اللي وراها. ايوه بقينا عارفين مين اللي ورا القصه دي. ايوه اللي زور الجواب وروج له بتاع البطوله الافريقيه والحكم الجزائري وبرزنتيشن، هو اللي زور المعلومات والجواب قبل الماتش بتاع الثورة. شبيبة الثورة. هو نفس الاسم. ايوه. ليه يكون بعيد عن القصة دي؟ يا جماعة قلنا لازم يحصل تحقيق، لأن الموضوع المرة دي هيكبر، هيفضل يكبر لما يعمل لنا مشكلة. الذي يزور هذه زي أما تزور شيك زي ما تزور خبر، خبر يقلب دولة. صحيح. يقلب شارع. صحيح. يقلب جماهير. لا الاشاعات اللي بتطول مصر النهارده ما هيش هزار. مقصود اللي حصل من توتر بين الاهلي والترجي في تونس وادى الى اصابه هشام محمد، وقبل كده مصر والجزائر نتيجه جواب مزور ارسل لبرنامج تونسي. ما هو نفس الشخص، ما انا بقول لك ولم يتم التحقيق. ده انت تاخدها حتى في السياسه. يعني مرات يطلع يقول لك الاشاعات، قاوموا الاشاعات، لان الدوله مستهدفه في كل حاجه، فالرياضه كمان هناخدها ندخلها في المفرمه دي. ليه؟ عشان ايه؟ لما يكون الفاعل معروف لازم يحاسب، لازم يحاسب. صحيح. انا ما اعرفش التفويت اللي احنا عمالين نفوته ده في إيه غرض تزوير، ايه الغرض منه؟ ليه ساكتين كلنا؟ وبعدين في الاخر ما كلنا يعني هو حد نجي من التلطيش، ما حدش نجي، فما حدش يخاف بقى، كلنا نشيل مسؤوليتنا، نشوف من يعبث في هذا الامر. مش معقوله كل يوم والتاني هيجي لنا حاجه متزوره وحاجه كده لتهيج. هو ده بيعملها ليه؟ عشان جمهور الزمالك يشعر بالمظلوميه، وايوه التحكيم بيساعد الاهلي، عشان جمهور الاهلي يظل في هذا الاحتقان ويبقى متغاظ وطول النهار يدافع عن نفسه، علشان وسائل الاعلام تقعد ترغي في الكلام ده. هذا كلام غير 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 صحي بالمره، غير صحي بالمره. احنا داخلين على ماتش الاهلي والزمالك، الزمالك ما وصلش لصداره الدوري الا لانه عنده لعيبه متميزه، لا تبخسوا الناس اشياءها، عنده لعيبه كويسه حققت نتائج، التحكيم سندهم في بعض القرارات الكتيرة، وممكن يكون برضو صادفهم سوء حظ من قرارات تحكيم أخرى، وارد هنا وهنا، لكن المؤكد أن الزمالك وصل لما وصل إليه بعرق لعيبته، بشغل جهازه الفني، بتعب إدارته، خلينا نحفظ للناس حقوقها. لكن هو الأهلي وصل إلى درجة هذه المنافسة الجادة مش بعرق وجهده؟ هو انت لما تبقى سعيد ان الزمالك تصدر الدوري وفارق نقطتين على الاهلي، تبقى زعلان ان الاهلي وصل للمكانه التي يستحقها او شبه الطبيعيه بالنسبه له لانه لا يرضي الا المركز الاول تاريخيا؟ يبقى الكلام على انه انا سمعت حاجات امبارح واول امبارح تضحك. الفنكوش الثلاثي بقى، الفنكوش الثلاثي يقول لك اصل الاهلي تاجلت له، انا سمعت ده من ناقد رياضي والله، الاهلي تاجلت له مؤجلات كتيره زياده عن اللازم. طب هو الاهلي مش كان بيلعب في بطوله افريقيا؟ كان قاعد مريح ولا بيلعب؟ هو يعني احنا على فكره العدد اللي فات من مجله الاهلي العدد الشهري، يعني انا عايز اعرف هو التاجيل ده يدي ميزه يعني؟ ما انا هقول لك، صديقنا علاء صلاح عمل احصائيه على اربع خمس صفحات على فكره المؤجلات في الدوري تاريخيا، وانه اهي انت متخيل انه من البدايه من 83 4 من موسم 83 84 في كل سنه حجم الماتشات اللي بتؤجل للفرق اللي بتشارك في افريقيا وازاي بتتلعب، عمرها ما اتلعبت بالترتيب. علشان الاقي صديقنا العزيز عمر الايوب امبارح، وهو حد يعني الواحد بيقدره، متبني اتجاه انه الاهلي اتخدم في المؤجلات وانه ما لعبش المؤجلات بالترتيب. حول ولا قوة الا بالله. ده راجل رئيس القسم الرياضي في اليوم السابع وله تقديره، بس انت ازاي اصلا ما مرش عليكم انه
حتى النهارده. يعني ده استعراض تاريخي لكل المؤجلات في تاريخ الدوري. ما من مره في فريق شارك في افريقيا الا تاجلت له عدد كبير من المباريات علشان التعارض، ولما بيرجع يلعبها عمر ما يقدر يلعبها بالترتيب. لغايه النهارده الاهلي والزمالك هيلعب الاسبوع الجاي يوم السبت، دي مؤجله من الاسبوع الكام؟ ال 17. طب ما الزمالك لسه ما لعبش مع الاسماعيلي اللي مؤجله من الاسبوع التاسع. هل الاهلي جه قال لك العب ماتش الاسماعيلي في التوقيت بتاعه؟ لازم يقول كده بصراحه، يعني عمر ما القصه دي لازم يقول كده بقى. عمر ما هيقدر يأدي المؤجلات في الترتيب اللي انتوا بتقولوه. لكن فكره اصل الاهلي نقوله الماتشات السهله، وبعدين ايه؟ قال لك ايه الراجل اللي معاه؟ ما هو الاهلي فضلوا مستنينه، وازاي يجيب 17 لاعب في الدور الثاني في صفقات يناير؟ طب في حد ما جابش لعيبه؟ هو الاهلي لما يجيب لعيبه ينجحوا يبقى الاهلي تساعد؟ هو انا عايز اسال سؤال، هو كان مسموح ب 17 لاعب؟ بلا يعني مش كل الانديه دعمت؟ قال لك لا الاهلي التحكيم خدمه. طب احنا عرضنا الحلقه اللي فاتت عشان تشوفوا بس الفنكوش رايح ازاي، يا اما المؤجلات، طب ما كله تاجل له. انت عايز تعيش المظلوميه وخلاص؟ بالظبط. يا اما الاهلي ما لعبش مؤجلاته بالترتيب، طب ما كل خلق الله ما بتلعبش مؤجلاتها بالترتيب، لانه عمليا ده مش ممكن يحصل. لا التحكيم، انا قلت لكم الزمالك وصل الى ما وصل اليه بعرقه بمجهوده، اتخدم في قرارات تحكيميه كتيره، وقد يكون ادير برضه، ده وده وردين. بس احنا عرضنا الحلقه الماضيه مش بارائنا، باراء خبراء التحكيم، كيف ان الاهلي ضاعت عليه 5 نقاط السنه دي بفعل اخطاء تحكيميه ثابته، الانتاج الحربي والاسماعيلي ومباراه بيراميدز. وشفنا مش راينا، راي خبراء التحكيم في كل واقعه من دول. لا الاهلي فضل نصب حائط مبكى وقعد يتكلم زي ما الناس بتعمل، ولا لام كتير على اخطاء التحكيم. ده حصل ليه وعليه ماشي، لكن عايز اشوه مسيره لعيبه، وعايز اضغط على مشاعر جمهور، وعايز يعني اضايق فريق بيحقق انتصارات. اقول الاهلي ازاي كسب 9 ماتشات؟ لا يا سيدي، الاهلي لو كنت توعى على كده 70 ماتش، خد 70 مباراه بدون هزيمه. ما تستكترش عليه التسعة، استنى بس اتقل تاخد حاجه حلوه في الاخر. فما هياش دي القضيه، لكن ادي كل من فريق ضمن الحاجات يا استاذ ابراهيم. يعني انت بعد الكلام المحدد اللي لازم، وانا عايز الجماهير الاخرى مش جماهير الاهلي تفكر في كل كلمه بتتقال عشان تصل لقناعات معينه باذن الله تصل للحقيقه. يعني لما يطلع لك واحد يقول لك هو مالك وكتابه اللي كان بيقول ازاي الزمالك بيمنع لعيبته المعاره انها تلعب ضده، اشمعنى دلوقتي لما بيقول لي لعيبته ما تلعبش ضدي؟ ما انا قلت لك رايي، انا مش مع فكره منع اللاعب المعار انه يلعب ضد نادي، لان العمليه باختصار مش فير. لما انت تبقى مسموح لك انك تتعاقد مع 15 لعيب وتوزعهم على الانديه، وبعدين تقول للانديه ما تلعبوش ال 15 لعيب ضدي، يعني ما فيش فرقه هتلعبك بقوام. لكن لماذا والاهلي هذا رايه؟ راينا دلوقتي بقول لا، الاهلي لعبته ما تلعبش ضده، لان ما هو يا تاخد القرار على الكل، ايوه يا تمنع الكل، احنا ده قلنا يا تمنع الكل يا توافق للكل، لازم الاتحاد انما ايه السذاجه ان انا يا مسموح للكل يا ممنوع على الكل، بس انما ايه يعني سذاجه؟ يعني انك انت تلعب كل الفرق ناقصه وتلعب الاتحاد من غير لعيبته وتكسبه 5 وانا لعبه كامل واخسر منه 4-3، وبعدين لما يلعب بلعيبته معاك في البطوله العربيه يستطيع ان يفوز؟ اذا القدره موجوده، ما بقولش ان معنى كده ان الاتحاد لازم يكسب، لكن بقول فرصه بتزيد. انا بدي مثل بالاتحاد السكندري، والله لو كان كل الناس مسموح للاعيبتها المعاره تلعب ضدها، احنا اول ناس هتقول اوكي. احنا يعني احنا حطينا الشرط ده وكان قدامه فلوس، ايوه بنضحي يعني بفلوس، انت ما منعتش ده بقى عايز تلعب، اديني بقى حق الاعاره. بالظبط، انا بديك اعاره بمبلغ رمزي، طب هتلعبه ضدي اديني حق الاعاره. ورغم هذا افرض ان انا حتى مش دي كده،
بقول لك لا ممنوع زي ما غيري بيعمل. ايوه علشان مش معقوله ان انا مش هستفيد من شيء غيري بستفيد منه. ده بالعكس منع الاهلي اللي حصل ده قد يدفع اتحاد الكره انه يتحرك بجد بقى وانه ينص عليه ينص عليه يمنع يا يمنع الكل. ادي خلي اتحاد الكوره كتالوج واحد يا ممنوع للكل يا مسموح للكل وده اللي كنا قلناه من البدايه. لكنه يعني انا بس حبيت ارد عشان يفهم الفرق يعني. بس هو عارف بس بيجتزئ الكلام اللي بيقول كده بيجتزئ. عارف صديقنا مجدي حسن عضو النادي الاهلي واحد من المتحمسين جدا برضو لمتابعه مثل هذه الامور على ذكر راي الناس الزملكاويه قال لي انا في بدايه الثمانينات كان الكابتن محمود ابو رجيله ماسك فريق الزمالك فسالوه ان الاهلي الماتش الجاي ممكن يلعب لعيبه صغيره قال لهم بصوا اي طفل صغير الاهلي هيلاعبه لما بيلبس الفانيلا الحمراء بيبقى عنده قدر من المسؤوليه عن الاهلي ودي اللي بتميز الاهلي. مجدي حسن بيقول لي انا من ساعتها بتضامن مع الزمالك في اي مباراه كان محمود ابو رجيله ماسكها تقديرا منه. راجل محترم قوي لراي أوي. هذا الرجل المحترم جدا. فبيقول لي حسيت بتعاطف وتضامن كبير جدا معاه طوال البطوله الافريقيه اللي كان كابتن حسن الشحات زي كابتن فاروق يعني اللي عمرك ما تسمع منه كلمه مسيئه للاهلي لا كابتن حسن ولا كابتن فاروق ولا كابتن طه بصر الله يرحمه كان دايما وابدا حتى في قناه الاهلي لما كان بيحلل ولا كابتن حلمي طولان ولا كابتن حازم امام ولا والده الكابتن حماد الله يرحمه كل الرياضيين اللي بجد عمرهم ما ذكروا الاهلي ما اساوي الاهلي بالظبط. نتمنى ان العلاقات الرياضيه ترجع للشكل الجميل ده. الرياضة ممكن تبقى متعة حقيقية بالظبط احنا اللي مبوظينها بالظبط وشفنا ده في صورة تاريخية لكابتن محمود الخطيب وهو بفانيلة نادي الزمالك والكابتن حسن شحاتة والكابتن فاروق بالفانيلة الحمراء كانت في مباراة في حب مصر بين الاهلي والزمالك. نتمنى ان شاء الله برضو مش علشان احنا الماتش الجاي والنغمة اللي بتتقال للعالم بيتفرج علينا لا مش عشان العالم بيتفرج علينا ولا جملة ان المباراة منقولة لمش عارف كم دولة علشان هي دي الصورة الطبيعية اللي لازم نطلعها عن بلدنا عشان هي دي العلاقة الطبيعية اللي المفروض تكون بين فرقتين كبار او بين كل الاندية حتى مع بعضها عشان مسؤوليتنا يا اخي تجاه ولادنا اللي قاعدين في البيوت وبيروحوا المدارس يضايقوا بعض بالكلام الفارغ بالظبط. اللي بيتقال في الفضائيات هو محور حديث المدارس والشباب الصغير اللي بنعلمه ايه عايز اعرف. صحيح يعني احنا مضيعين وقتنا بنجيب تابلت وبنجيب بتاع عشان نبقى مواطن متطور وجدير بالمسؤوليه وجدير في مقابل كده بنديله أسوأ نموذج. عايزين كلنا نبقى مسؤولين ان احنا نحاسب على كلامنا لان كلامنا ده والله بيربي ناس كتير. صحيح. السبت مباراة القمة الأهلي والزمالك كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة طلع فرمان مهم جدا جدا جدا. بعد الفاصل نشوف فرمان سيد عبد الحفيظ وكيف يستعد الأهلي للقمة 117. أهلا بحضراتكم من جديد. قلت لكم قبل الفاصل فرمان سيد عبد الحفيظ كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في اطار بقى التحضير الجاد للقاء القمه اللي باذن الله تعالى لعيبه الاهلي تسعد جماهيرها وان شاء الله تستعيد صداره بطوله الدوري وتكمل لنهايه المسابقه باذن الله. كابتن سيد قرر غلق المجال الاعلامي تماما على فرقته. خلاص الفريق دخل في مرحله التدريبات المغلقه تم الإعلان على أنه كل ما يتعلق بالشأن الإعلامي والصحفي الخاص بالفرقة المركز الإعلامي مشكورا في النادي سيوافي بها الزملاء في كل مواقعهم وجرائدهم. لكن فيما عدا ذلك التدريبات مقفولة التدريبات مغلقة بدون حضور إعلامي وصحفي حتى لصحفي النادي الأهلي وللقناة. دي مسألة في إطار من التجهيز الجاد والتركيز الخاص بلقاء القمة. ده آخر تدريب للفريق قبل الغلق علشان يدخل الجميع يا باشمهندس في إطار التركيز الكامل للمباراة والمركز الإعلامي سيوافي الزملاء في الصحف والمواقع والبرامج بكل الصور والأخبار عن تدريبات واستعدادات الأهلي حتى يوم المباراة يا باشمهندس. طبعا دي تقاليد وطقوس قبل المباريات
ويعني خلاص كابتن سيد هو احد خبراء هذا المكان يعني. ايوه احنا لازم نحترم هذا، واعتقد ان الاعلاميين هيحترموا هذا ايضا طالما انه معمم يعني. طيب الاهلي بيستعد للقمه بدون 9 لعيبه دوليين، يعني بصوا المرحله حرجه جدا، لكن هو جزء من ادوار الاهلي انه لعيبته موزعه في 10 لعيبه دوليين، صلاح محسن ومحمد هاني وعمرو السوليه مع منتخب مصر الاول اللي لعب مع النيجر المباراه الاخيره في تصفيات كاس الامم وانتهت ما هو هاني والسوليه وصلاح محسن وبيلعب بكره ان شاء الله وديا مع نيجيريا، في 4 لعيبه كمان مع المنتخب الاولمبي في معسكر اسبانيا، كريم نيدفيد ورمضان صبحي وناصر ماهر ومصطفى شوبير، دول اللي موجودين مع فرقه الاهلي دلوقتي، لكنه المنتخب الاولمبي في التشكيل الاخير كان القوام الكامل ليه بعد 2 لعيبه كلهم من ولاد النادي الاهلي، سواء اللي لسه موجودين في الاهلي او المعارين لانديه اخرى. فدي كان ال 11 لاعب اللي بداوا المباراه الوديه اللي فازوا فيها على امريكا، كان 8 من ال 11 من النادي الاهلي. هيلعب الفريق الاولمبي مباراه وديه مع هولندا بكره، بالاضافه علي معلول الجناح التونسي الايسر الجارح جدا موجود مع منتخب بلاده، وجيرالدو الانجولي موجود ايضا مع المنتخب الانجولي. كابتن سيد عبد الحفيظ عمل اتصالات هاتفيه كتيره، شويه بيتصل باسبانيا يطمن على لعيبه المنتخب الاولمبي، وشويه يتصل بلعيبه المنتخب الاول، ويتصل بعلي معلول ويتصل بجيرالدو وانجولا للاطمئنان على كل اللعيبه ومواعيد وصولهم وانتظامهم ان شاء الله في المعسكر الجاد الخاص بلقاء القمه ابتداء من الاربع. مارتن لاسارتي المدير الفني عقد جلسه خاصه مع الجهاز المعاون ايضا على هامش هذا المران اللي حضراتكم شايفينه عشان يستقر على الخطوط الفنيه المهمه الخاصه بلقاء القمه. سعد سمير وأيمن أشرف الاثنين جاهزين بإذن الله وتعافية تماما من الإصابة وانتظم في التدريبات الجماعية، سعد كان عنده إجهاد في العضلة الخلفية، أيمن أشرف أيضا تخلص من ألام كادمة في الظهر، وبقى الاثنين جاهزين إن شاء الله لتدعيم خط دفاع الأهلي في لقاء القمة. كابتن طارق سليمان مدرب الحراس النابه الحقيقة اللي بيبذل مجهود كبير في تجهيز صف تاني من الحراس بشكل واعي جدا، أكد على جاهزية الشناوي وعلى لطفي للمباراة، بينما طبعا الكابتن شريف إكرامي بيستمر غيابه للإصابة. خاض حراس المرمى تدريبات جادة مع كابتن طارق سليمان لتجهيزهم، وشريف إكرامي بيقترب بإذن الله تعالى من التعافي من الإصابة في مزق في عضلة السمانة، هيكون جاهز للتواجد في التدريبات الجماعية بعد عودة الفريق من جنوب أفريقيا، وحيتم تجهيز شريف، لكن الناحية الفنية مؤكد متروكة لمارتن لاسارتي. الحاوي المنتظر في لقاء القمة واللي الناس بتعول عليه أمال كبيرة أنه يتمكن من اللحاق، الجهاز الفني بيجهزه بشكل جيد جدا، لكن هيلحق أو مش هيلحق ده قرار فني يملكه مارتن لاسارتي ومعاونيه، لكن المؤكد أنه وليد سليمان إن شاء الله تعالى كقوة مضافة مهمة جدا لخط هجوم النادي الأهلي يمكن أن يكون أساسيا بإذن الله في مباراة سان داونز. إذا لحق مباراة القمة خير وبركة، ما لحقش هيتم تجهيزه لمباراة سان داونز. يعني اكتمال عودة المصابين قوة مضافة بالتأكيد بتدي أريحية، وهو ده اللي ماشي النادي الأهلي. خلي بالك ده سر إن النادي الأهلي مستعيد تألقه ومستعيد انتصاراته. لأن بقت مفيش فرق، ما انت ما عندكش لعيب أساسي ولعيب احتياطي دلوقتي. لعيبتك كلها أساسيين. تشوف ده حتى يعني في الماتش الودي اللي اتلعب شفنا فرقتين. أيوه. أحسن من بعض الفرقتين. أيوه. طيب على ذكر صن داونز التي يمكن تجهيز وليد سليمان للمشاركة أمامها، الاتحاد الأفريقي وافق على تحريك الموعد يوم، لأن الأهلي كانت عنده صعوبة حقيقية في أنه يلاقي خطوط طيران منتظمة أو متاحة بعد ما يلعب مباراة الدوري يوم 2 أبريل. الأهلي هيلعب، الناس اللي بتتكلم على المؤجلات بالمناسبة،
الاهلي هيلعب يوم 30 مباراه القمه يوم السبت، ثم بعدها بيومين او ثلاث ايام يوم 2 ابريل هيلعب مباراه الاتحاد السكندري. مطلوب منه يسافر عند راس الرجاء الصالح في اطراف القاره في اخر نقطه في الكره الارضيه، يلعب مع سان داونز في جنوب افريقيا يوم كام؟ المفروض 6 ابريل. على فكره انت مش بتهزر. ما هي كده. واحنا في جنوب افريقيا بنلعب السوبر، عملوا لنا جوله. رحنا حته اسمها كيب تاون. ايوه بعد كيب تاون. قالوا لنا الصخره اللي هناك دي هي مركز العالم. بالظبط. لا ما انا رحت بعد كيب تاون طريق راس الرجاء الصالح اللي كانت بتدور حواليه التجاره العالميه زمان، لكن ما علينا. انت دلوقتي مطلوب ان انت تلعب كل هذا العدد من المباريات بالشكل المضغوط، فالاهلي ما لقاش رحله طيران لجوهانسبرج تمكنه من ان هو يلحق بمباراه سان داونز، فبعت للاتحاد الافريقي، فالاتحاد حرك الميعاد يوم، بقى الاهلي بدل ما هيلعب في جنوب افريقيا يوم 5 هيلعب يوم 6. 6 ابريل بدلا من 5 ابريل، ومباراه العوده بدلا ما كانت 12 ابريل هتبقى 13 ابريل. وافق الاتحاد الافريقي نظرا لصعوبه توفير رحله طيران الى جنوب افريقيا او اداء مباراه الاتحاد. لو حد غير الاهلي كنت سمعته بقى ازاي هلعب يوم 30 وهلعب يوم 2 واروح اقصى جنوب القاره عشان العب يوم 5. من 30 ل 5 ست ايام فيهم ثلاث مباريات وسفريه. الثلاث مباريات فيهم سفريه الى ادنى الجنوب. شوفوا حجم التعب وحجم الارهاق. ثلاث مباريات في ست ايام من يوم 30 ليوم 5. الست ايام ثلاث مباريات يعني كل يومين مباراه. ومباراه الاتحاد في الاسكندريه. ويرجع عشان يسافر من مطار القاهره. لكن تم تحريك المواعيد يوم 1. ونتمنى ان شاء الله ان المساله تنتظم وانه النتائج باذن الله تساعد اللعيبه على تحمل كل هذا الاجهاد. من جولات او عن جولات دور الثمانيه وحظوظ الفرق في البطوله، الصديق العزيز عصام الشوالي واحد من المعلقين اللي فعلا زي الدكتور او صديقنا العزيز علي محمد علي بيبلغك تحياته وتهانيه بعيد ميلادك الحقيقه. كلمني امبارح وكان لقى تليفونك مقفول. فعلى ذكر الشوالي كل التحيه لعلي محمد علي. بس هنشوف عصام الشوالي ورؤيته للاهلي ومباريات دور الثمانيه الافريقيه. اعطيتني الانصاف النهائي بتاع الكاف، اعطيني نص النهائي بتاع الشامبيونز ليج. ترجي مازيمبي الاهلي تعدى الوداد الاهلي، خاطر كالكره المصريه الكل تعرف تتصرف مع فرق افريقيا السمراء كمنتخبات وكانديه. ممكن لافونتاج بالنسبه للترجي في حساب الكوب الباركور انه الاهلي باش يستنزف برشا طاقه برشا يفور سان داونز الوداد والصراع المحلي مع الزمالك اللي عندهم القمه ل 30 مارس. وبالنسبه للكوب دافريك باش يخلي اكيد اصابات ورقات صفراء كذا، خاطر انا نقول لك حاجه الاهلي السنه كان يوصل فينال صعيب ياسر كان يضيعوها معناها تروازيام دو سويت اللي تحب انت. ممكن تصور اذا فما نصيب باهي للترجي التونسي انه الاهلي يغادر قبل الختام. هو شوف عصام الشوالي يحمل تقييم وتقدير حقيقي للنادي الاهلي. صحيح. وتقييم بيبقى موضوعي، يعني هو ما بيستندش الى العاطفه. بيستند الى الحقائق اللي موجوده على ارض الواقع. وبيتمنى في الاخر بقى لو الترجي كمل يعني ما يليش الاهلي. بس هو انا اقول لك على حاجه، انا شاهد على اهلاويه عصام من قبل ما يشتهر من خلال التعليقات العربيه. تذكر البطوله العربيه في تونس اللي انت سبتنا وحاولت تروح تجيب احمد بهجه من المغرب. ايوه مش كده؟ في البطوله دي شاب صحفي لسه بيبدا ومعاه صحفيه برضه تونسيه لسه بيبداوا،
واخدوني انا والصديق العزيز عصام شلتوت وصديقنا العزيز علي البحراوي استضافه في راديو الشباب. ده الكلام ده 96 97 راديو الشباب في تونس اللي بيقدمه هذا الشاب عصام ونجوى زميلته الاثنين حديث التخرج فيما يبدو وقتها. وتونس عامله تجربه اتمنى ان احنا نستفيد منها. راديو الشباب تجربه شبابيه كامله، اللي بيقدموا واللي بيعدوا واللي بيديروا واللي بينتجوا كلهم شباب حديث التخرج. عشان كده مش من فراغ انه الاعلاميين التوانسه مسيطرين على سوق الاعلام العربي. كل القنوات العربيه فيها العدد الاساسي منها توانسه. كان الاثنين المستضيفين وقتها عصام الشوالي، وقد ايه كان سعيد جدا باداء الاهلي في البطوله العربيه اللي كان بيشارك فيها التوانسه، واخد بالك؟ ونجوى زميلته ديت تزوجها بعد كده، دي نجوى الشوالي مذيعه تونسيه كبيره دلوقتي في الاذاعه التونسيه. فبص عصام من ساعتها، وحتى لما جه النادي الاهلي بعد كده او جه مصر كان الكابتن محرم الراغب مره قال لي عايزين نكرمه، وكرمه وهو مدير النادي من وقتها. وهو بعيدا بقى اصل في معلقين بيحاولوا يكسبوا ود الجمهور بالذات في القنوات الناقله اصحاب الحقوق الحصريه، لكن من بدايته عنده التقدير اللي انت بتقوله، عنده تقدير خاص للنادي الاهلي. هو يشعر بقيمه الاهلي، مش مساله عواطف وان هو اهلاوي لا موضوعي فيها، انما هو يرى، هو مقتنع ان النادي الاهلي ده قصه مختلفه. قال لك لولا الاهلي لسه محمد مصطفى بيفكرني بمقوله له، لولا الاهلي لكان للانديه التونسيه شان اخر. طبعا، وهو ترجوي قوي. ايوه، لكن بالنسبه له الاهلي حاجه ليها قيمه. الاهلي حاجه ليها قيمه، ولما تلاقي هذا الراي وهذا الانطباع عند مدربين اجانب كبار لازم نبقى عندنا هذا الذهو وهذا التقدير لهذا النادي. مارتن لاسارتي الاوروغواياني صحيح انه مدرب النادي الاهلي، لكنه شوفوا رايه عن النادي الاهلي لما هو جاله العقد من النادي الاهلي او العرض انه يدرب النادي الاهلي، سال عن النادي الاهلي. شانه شان كل المدربين الاجانب اللي ارتبطوا بالنادي الاهلي، ارتبطوا عن حب. اللي استمتع فيكم بحوار مارتن لاسارتي مع الصديق العزيز اسلام الشاطر في سهره مهمه جدا على شاشه الاهلي يوم الجمعه الماضيه اكيد لمس انه اي نجاح باذن الله هيحققه مارتن لاسارتي مع الاهلي هيكون بدافع وبفعل حاله حب حقيقيه ربطت هذا الرجل بهذا الفريق وهذا الجمهور يا باشمهندس. هو عنده سمات في شخصيته مش مساله انه راجل محترف جاي يؤدي عمل. لكن هو بيأديه بمتعه وبيأديه بحب وبيأديه ان هو في سماته الشخصيه انه ودود انه يسهل اكتساب صداقته دون ان يطغى هذا الود على احترافيته في العمل. لكن هو عنده طبيعه هتنجحه مع الاعلام وهتنجحه مع الجمهور وطبعا مع اللعيبه. لو صادفوا التوفيق في النتائج هيبقى من المدربين اللي ممكن تحطهم في قائمه المدربين التاريخيين للنادي المؤثرين. طيب مارتن لاسارتي يرى ان الاهلي واحد من اهم 10 انديه في العالم. هكذا بحث عنه وهكذا وجده وهكذا قال. النادي الاهلي نادي كبير ومعروف اسم النادي الاهلي، ولكن الناس عايزه تعرف كيف بدا التفاوض مع مستر مارتن لاسارتي. سي كونتاكتو ونا جينتي كون احد الوكلاء كان اتصل بزميل ليا لما اكتشفنا ان النادي الطالب التعاقد معايا نادي مهم زي النادي الاهلي استمرنا في المفاوضات ووصلنا لاتفاق.
No, bueno, después como todo. جينا في الأول في زيارة استكشافية نشوف النادي. Buscamos información sobre los futbolistas. وبحثنا وعملنا دراسة للعيبة بتاعت الفريق. En qué momento de la liga estaba. وفين هو من في مستوى الدوري. La final perdida, digamos, de la Champions de África también. والفاينل اللي خسروا الأهلي برضو درس الموضوع ده. Vimos algunos partidos, algunas imágenes. شفنا بعض الماتشات وبعض الصور للنادي. Pero eso es lo normal, digamos, lo normal cuando hay una posibilidad de estas características. دي كان كل شيء عادي بدراسة عادية للموضوع التفاوض. هل كنت تعرف اسم النادي الأهلي قبل بدء هذه المفاوضات ولا حضرتك شفته من السيرش أو البحث اللي حضرتك عملته؟ Bueno, si había escuchado antes el nombre. Sí. Sí, claro, no, pero a ver, si uno pone en una hoy en cualquier buscador de internet. أي باحث في الانترنت. Que todos lo hemos hecho alguna vez. ممكن نكون عملناها قبل كده كتير. Busca los equipos más importantes del siglo pasado. عندما تبحث عن أهم فرق في الكرة القدم. الأهلي está ahí. الأهلي موجود في وسطهم. No es tan difícil de saber qué equipo es o qué equipo. مش من الصعب. ليس من الصعب يعني اكتشاف اسم الأهلي لأنه هو من أحد 10 أهم أندية على مستوى العالم. يعني لسه كنت بقول للزميل العزيز إبراهيم لما تشوف مارتن لاسارت وهو بيتكلم بتصدقه طريقه البادي لانجوج بتاعته طريقته العفويه يعني بيقول لك هو ممكن يقول لك ايه ما هو النادي الاهلي لما بتيجي بتعمل ريسيرش بتلاقي من اهم 10 انديه اجابه انا بقول لك بتلاقي الاهلي يعني بيدالك كانها نقطه بديهيه يعني هو ده اللي انا قصدي عليه هو له طريقه في التعامل من جواه مش بيدعي لكن انت اشرت النقطه انه لو التوفيق صادفه باذن الله والنتائج مشيت ان شاء الله كملت بشكل كويس لان حتى الان ماشيه ما شاء الله النتائج والاداء لانه الاهلي مش بس بيكسب الاهلي بيجيب اجوان حلوه قوي الاهلي بيسجل اهداف الاجوان الاهداف بالذات بيسجل اهداف تخلي اي حد حتى اللي مش اهلاوي لو بيحب الكره هيسقف لهم الاهداف تنافس بعضها في لقب اجمل هدف بالظبط اهداف الاهلي بالظبط الاهلي بيسجل بمتعه نتاج عمل جماعي باستمرار ويا رب تستمر على كده ولذلك انا وان كنت ما بتكلمش كتير لان انت عارف انا قبل الماتشات اخاف اتكلم فيها واثناءها بخاف اتفرج عليها لكن انا شايف ان ماتش الزمالك هيبقى من العلامات المهمه جدا 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 والمحطات اللي ممكن هتاخد الدنيا كلها في سكك تاني وبعدين معاك تقول تاني لا يعني لو ربنا وفقنا وعملنا الماتش اللي احنا نتمناه باذن الله ايوه وتوجب النتيجه التي نتمناها باذن الله وبالاهداف اللي ممكن تمتع الجمهور لا مؤكد الاهلي هيمشي في مشوار تاني خالص باذن الله ان شاء الله طيب وباذن الله مارتن لاسارتي يكون في مصاف المدربين الكبار المطورين واصحاب البصمه الكبيره في تاريخ الكره الاهلاويه لكن كمان لما اسلام ساله هو انت كان قصدك ايه من مانويل جوزيه وانت بتحاول تتحسسه وتتلمس البركة منه ايه كان قصدك نشوف لاسارتي رد بايه مانويل جوزيه واحد من اهم المديرين الفنيين اللي جم في النادي الاهلي طبعا في عظماء كتير جدا جدا موجودين في النادي الاهلي او مدربين عظماء كتير موجودين في النادي الاهلي خلال الفترة اللي فاتت ولكن في الفترة الاخيرة مانويل جوزيه واحد من اهم وافضل المديرين الفنيين اللي جم حضرتك عملت معاه حركه لطيفه جدا جدا ان انت يعني اتباركت بيه كده قابله وراح قال له ايه انا بعمل له كده كي مي كونتاجيرا سورتي يعني برضو ناخد منك شويه يعني ف عايزين نعرف برضو اللقاء ده كان بيمثل بالنسبه لمارتن لاسارتي ايه كي مي لوميني استنكوانترو حضراتكم كي مي لوميني جابري ان هو يعطيني بعض الحظ انا كنت عاوز يديني بعض الحظ ويخليني انور زي ما انت بتقول. Él dijo una cosa muy sensata. هو قال حاجة صريحة جدا. Que bueno, que sí, que bueno, que fue una etapa muy linda, lógicamente, muy buena. كانت فترة رائعة في حياته.
que tenían un gran equipo. كان عنده فريق un gran equipo. فريق عظيم. Y pero que además todos respondían وكلهم كانوا a esa palabra, equipo. كانوا بيلعبوا كفريق كمجموعه. Al final todos más o menos pensamos igual, ¿no? وكلنا بنفكر بنفس الطريقه طبعا. كنت سعيد بالزياره دي؟ Sí. Yo no lo conocía. طبعا انا انا ما كنتش اعرفه شخصيا لكن كانت لقاء مهم وسعيد al final me gustaría algún día si tenemos tiempo algún día tener una charla con él اتمنى ان يكون في لقاء ثاني يكون في حوار ما بيني وما بينه su experiencia aquí عشان اعرف بعض خبراته وعشان اتعلم منه كمان estamos hablando de un maestro انا بتكلم على ده معلم نفسك تكون زي مستر مانويل جوزيه في عدد الألقاب وعدد البطولات اللي جابها خلال الفترات اللي تقول أخلا أخلا إن شاء الله أتمنى ذلك أتمنى ذلك أتمنى ذلك إن شاء الله شخصية بسيطة صادقة متواضعة تحليلي له لأنه هو لما بيتكلم طبعا ابتدى بطرفة أنا كنت عايز يعني أتبارك بيه واخد منه شوية حظ عشان أنور زي ما هو منور لكن قال له اللقاء قال له لا انا عايز اتقابل بقى معاه اتكلم معاه واستفيد منه لان ده معلم نقله من كاتيجوري او مرتبه المدرب لان ده معلم لا ده لما تقعد تتكلم معاه اتعلم بقى وهذه هي سلامه الشخصيه ما فيش حاجه اسمها ان انا متكبر او ان انا هو مين ده ما انا احسن منه وقد يكون هو كده في قرارات نفسه حاسس كده لكن لازم الانسان ما يكون بسيط بيحظى بحب الناس يا استاذ ابراهيم بص لسارتي يعني باذن الله تعالى يكمل نجاح كبير يا رب باذن الله لكنه اللي انا خلصت بيه من الحوار المطول الرائع ده انه هو عنده رؤيه وعنده فلسفه مانويل جوزيه ما كان لينجح النجاح المدوي ده من غير شخصية لها رؤية ولها فلسفة ومثقف أنت من زمان فاكر؟ من رحلة العودة بتاعت اليابان حوار السبع ساعات والجهاز اللي اشتريته ده اللي مسجل 20,000 ساعة 301 ساعة كتلنا يجي 6 ساعات حوار مع الراجل فاكر ساعتها قلت لي اكتشفته الراجل ده لأنه قال حتى قال أنا لما جاني عرض الناس عايزة تعرف أنت قلت لي إيه؟ قال لما جاني عرض الأهلي بص بقى الفرق بين مدرب ومدرب وعشان دي رساله للمدربين بتوعنا معلم ايوه قال لك انا اول ما جاني عرض الاهلي في 2001 نزلت المكتبه عشان اشتري كتب في الادب العربي المترجم يقرا عن مصر قريت لنجيب محفوظ وقريت للبنانيين كتار عشان اقرا عن المنطقه العربيه المنتج الادبي بتاعها ايه البشر اللي فيها ثقافتهم عاملة ازاي علشان اقدر احاول احط ايدي على مفاتيح الشخصية العربية دي اقدر اتعامل معاها ازاي فكون رؤية بدري عشان كده حتى دايما وابدا الحاجات اللي كان بيأهل بيها اللعيبة نتاج رؤيته وفلسفته فاكر لما قالك انتوا لا يمكن تنجحوا وانتوا فرحانين ايوه انتوا الفرحة بتستغرقكم كتير قوي بتعيشوا فيها كتير كتير فبالتالي دايما وابدا كان يخش ينكد عليهم يقول لك تنجحوا وانتوا تحت ضغط ما تنجحوش وانتوا سعداء حط ايده على المفاتيح صح فبالظبط فعشان كده كان دايما وابدا بعد كل مباراة كبيرة وبعد كل انتصار يقول لهم في المتحف ده كان في الماضي احنا بكرة في كذا وروح خاطف لعيب ويعمل ازمة عشان يخرجهم من مود الفرحة والسعادة ده نتاج حد عنده رؤية وحط إيده على مفاتيح شخصية معينة أيوة. لسارتي على نفس الطريق عنده جزء من الدفء الشديد جدا في علاقته مع اللعيبة فبالتالي أتمنى أنه يلقى نفس الحظوظ ويلقى نفس التوفيق اللي توفر وتحقق لمانويل جوزيه والاتنين الواضح جدا هتكون المسألة بالنسبة لهم مش بس علاقة الحب الشديدة جدا مع اللعيبة العدل في اختيار فرص اللعب توزيع الفرص بعدالة مفيش لعيب يبقى ما بيلعبش ومقير أو مقموص الكلام اللي احنا سمعناه الحلقة الماضية من صالح جمعة في حواره مع المصري اليوم يقول ده لعيب ما بيلعبش
مدرب ما بدلوش لغايه دلوقتي. كانت مع عمرو جمال دلوقتي اتكلم معاه واتكلم معاه وراح ضربه ضربه كده بدعابه يلا يا زاوية ايه يلا يا روح يعني بيعمل علاقات فيها حميميه شويه وفيها بيقرب من اللعيب ودماغه. شوف صالح جمعه في كلامه عنه هو لا سجله في افريقيا ولا حطه في ال 18 لغايه دلوقتي بس شوف كلامه عنه واحترامه ليه. ايوه يعني شوارب عايز يجيب لك لقطه عمرو جمال اللي انت اشرت اليها شوفوا اهو اهي شوف هينهيها ازاي كلمه وبعدين يلا اهو هو طبعا عمرو بيساله على برنامج تاهيله والفتره اللي جايه وسيد عايز يعرف قوم عدي هشوف روح يلا بلد شجع قلب يلا بس بدعابه صحيح فبصوا هي دي العلاقه الطيبه والعلاقه الطيبه الثانيه المردود السحري عند الجمهور المدرب اللي يقدر جمهور الاهلي ويعمل كل ما في وسعه لاسعاد جماهير الاهلي جمهور الاهلي يشيله في نن العين ومانويل جوزيه بقى اسطوره من اساطير الكره بفعل هذا الجمهور هنشوف لاسارتي لما اتعرض عليه لقطة الجمهور الأهلي في هتافه شوفوا تأثير الراجل بقى عامل إزاي يعني هو مستر مارتن بيقول لي انا طبعا انا كمان يعني ايدي اشعرت يعني هو لسه بيقول لي ان ايدي اشعرت بقول له ده تمرينه فقط ده تمرين بس ما شافش ملعب بقى وما شافش لسه حضراتكم انتم موجودين الراجل بالفعل ايدي انا قمت يعني ايدي اشعرت بالفعل وبيوريني ايده وكان عايز يوريها لحضراتكم هو ده جمهور الاهلي يا مستر مارتن ده تمرينه بس خد بال حضرتك ده تمرينه فقط سي سي لو سي لو سي bueno Ojalá tengamos la oportunidad de, ياريت de disfrutar de esa masa, de esa, ياريت de esa نسعد نسعد energía, الجمهور ده. ويا ريت نقدر نسعدهم. Ojalá que también le podamos dar a esa gente una alegría, ¿no? Que la merece. يا ريت نقدر نديهم السعادة التي يستحقوها. باشمهندس تفكرتني بحاجة مانويل جوزيه. وهو بيتفرج معاك على اول مره على جمهور الاهلي مباراه الاهلي والمحله اما جه يمضي العقد في مصر 2001 تاني يوم كان الماتش بتاع الاهلي والمحله بتاع الكاس ايوه فكابتن صالح قال للراجل ما يعرفش حد في مصر الا انت والخطيب خده وخليك معاه بقى ووديه الماتش وبتاع المهم يعني الماتش كان زحمه جدا جدا ودخلنا مع الدكتور علي الدين هلال ما كناش عارفين نخش وجابوا لنا كرسيين خرزان كده ورا المقصوره وبتاع الماتش كان صعب أيوة. وكسبنا في اخر اللي طرد فيه سمير كمونة في الوقت بدل ضايع المهم توقف فيه فبقول له انا عايز اساله قلت له شفت الدنيا ازاي لان طبعا هو بقى من اول ما روحنا الاستاد مش متخيل الاعداد دي يعني اللي موجود بره الاستاد قد اللي جوه الاستاد قال لي مستر عدلي يو كيك مي 3 تايمز قال لي انا ما شفتش حاجه انت كنت بتخبط جامد انا مش داريان بنفسي بشوط قال لي كان بيلعب معايا كل واحده عمالي طيب السبت الاهلي والزمالك ان شاء الله في القمه 117 والحلقه الجايه هتلاقي فيها تفاصيل وكواليس وحكايات كتيره ان شاء الله عن هذه المباراه المهمه والمؤثره واللي المهندس عدلي قال لكم قد ايه ممكن تكون ان شاء الله فارقه
في مسيرة الفريق يا رب بإذن يا رب. الله رب. لكن كمان بكرة الثلاث مباراة قمة مصغرة، الأهلي والزمالك في مقر أو ملعب الأهلي في مدينة نصر مواليد 2001، هي مباراة تحصيل حاصل، لأنه فريق 2001 ده ما شاء الله خد الدوري قبل نهايته بثلاث أسابيع، حقق نتائج عالية جدا، عمل مردود ونتائج وأرقام هائلة جدا بقيادة مدير الفني الجهاز الفني أحمد سراج ومعاونه زكريا حسين مدرب عام وممدوح عبيد مدرب وأحمد إبراهيم مدرب حراس مرمى ومحمد راشد الإداري ومحمد حكيم طبيب الفريق ونجح أبو زهرة أخصائي الإصابات والعلاج الطبيعي وإسلام عبد الفتاح المعد البدني. هذا الفريق وصل ل 75 نقطة بعد ما فاز في 23 مباراة. الفيرود ده القصير ده اسمه عبد الوهاب بلدياتكم صحيح الصعيد صحيح واعد جدا بقوة صحيح وولد بسيط خد بالك اصل مواليد 2001 دول 18 سنة يعني دول على مشارف بإذن الله طيب. الفرصة بإذن الله يعني ممكن تلعب معاهم لعيبة من الدوري الممتاز طبعا هنلاقي بكرة الفريق اللي بيلعبهم جايب لعيبة الدرجة الأولى صحيح لكن الأهلي زي ما قلت لكم بطل الدوري وصل للنقطة 75 فاز في 23 مباراة تعادل في 6 مباريات وخسر 3 مباريات سجل 79 هدف استقبلت شباكه 16 هدف وتتبقى له مباراة مؤجلة أيضا مع بتروجيت من الجولة 26 الزمالك ترتيبه متأخر في هذه البطولة ده إذا كان لقاء الأهلي والزمالك الثلاث في القمة المصغرة السبت في القمة المصغرة بكرة الثلاث في مباراة تحصيل حاصل لكن زي النهاردة لقاءات القمة دايما وأبدا بتحظى بالاهتمام الصحفي الخاص زي النهاردة بتقولنا الجرايد 24 مارس 33 24 مارس 1933 جريدة المقطم قالت الأهلي يفوز على المختلط اللي هو الزمالك لاحقا 3-1 في كاس مصر أحرز الأهداف مراد فهمي وأمين شعير ولبيب محمود التلاتة بعد كده أسماء كبيرة في تاريخ النادي الأهلي تاريخ سواء مراد فهمي أو أمين شعير مراد فهمي ولبيب محمود أبو مصطفى أبو المهندس مصطفى في 24 مارس 89 الأهلي بيفوز على الزمالك 1-0 في الدوري سجلوا على ميهوب في موسم 88-89 نفكر حضراتكم بيه هو ده أهو أدي على ميهوب وفوز الأهلي على الزمالك 1-0 في كان لاعب مؤثر ولاعب ممتع علاء صحيح لاعب بمواصفات عالية جدا ده الجيل بتاع فايسا واحد وفايسا واحد من المدربين لو قلنا الثلاثة الأجانب المؤثرين جدا في مسيرة الكرة الأهلوية والكرة المصرية هيدي كوتي ديتريش فايسا مانويل جوزيه إن شاء الله يكون رابعهم مارتن لاسارتي بإذن الله بإذن الله مهندس عدلي سأل أو السؤال اللي بيطرح نفسه إيه تأثير ده على مسيرة الدوري هل مباراة القمة ليها تأثير صديقنا العزيز الأستاذ عصام السباعي الكاتب الصحفي ومدير تحرير الأخبار في زاويته بوكس في الأخبار كتب النهاردة سألوني أو امبارح من سيفوز بدوري كرة القدم هذا الموسم فقال قلت لن يفوز بالبطولة الفريق الأفضل والأحسن فقط ولكن توفيق ربنا سوف يكون في صف الفريق الذي يتمتع بميزة إضافية مهمة سألوني وما هي أجبتهم البطولة اجتهاد وسعي وهي أيضا رزق وعلى نياتهم وأقوالهم وأفعالهم يرزقون شكرا طيب يا رب. ده أخونا عصام السباعي وهو راجل أهلاوي الصديق العزيز الأستاذ ياسر رزق رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم وهو اسماعيلاوي كان له مقالة لطيفة امبارح في الأخبار عن كارت توصية من الملك توت عنخ آمون للطبيب الفرنسي هو رايح رحلة علاج ربنا يتمها له بالشفاء إن شاء الله في فرنسا اتأخر على الدكتور اللي رايح له مديرة العيادة لما عرفت أنه مصري هي عندها هلع وولع بالحضارة المصرية أيوة الفرنسويين فهناك مع مقام حاليا المعرض بتاع فخد كارت من توت عنخ آمون فبمجرد ما عرفت ان هو مصري قالت له طيب ادخلك بس
انا عايزه تذكره بقالي قد كده بدور مش عارف اجيب تذكره ازور المعرض بطلع توت عنخ امون. بسم الله ما شاء الله. فقال ياسر انه ده كان كارت التوصيه من توت عنخ امون اللي خلاني اكشف. فبيحكي عن الدكتور زاهي حواس وبيقول من كتر حكاوي زاهي حواس معانا في فرنسا عن توت عنخ امون فقال وفي شوارع باريس كان الدكتور زاهي حواس محاطا دائما بالمعجبين والمعجبات وحتى بين الوفد المصري الذي حضر مراسم الافتتاح كان كبير الاثريين يتحدث والكل يستمع بانصات الى ما يقول عن مصر القديمه الى درجه انه كاد يقنع مريديه وانا منهم بان الملك توت عنخ امون كان اهلاويا متعصبا. ليه؟ قال لك بدليل، قال لهم بدليل انه خرج من مقبرته في عام 1922 وهو العام الذي شهد حصول الاهلي على كاس مصر لاول مره. ده توت عنخ امون. الدكتور زاهي حواس ده اهلاوي عنيف. وكمان هو واحد من اشهر الشخصيات العالميه. صحيح. احنا مش مدركين قيمته. لا مدركين قيمته بس مش مدركين حجمه مكانته الدوليه. حجمه عند الناس عامل ازاي. هو الشخصيه الاشهر واصبحت البرنيطه اللي بيلبسها دي حاجه من المعالم على مستوى العالم. فطبعا ووهب نفسه، يعني هو ما اعتقدش ان حد عنده كل هذا الولع ولا هذه الثقافه بالاثار المصريه زي الدكتور زاهي. طيب الدكتور زاهي حواس في مداخله له مع الزميل عمرو اديب نشوف كيف عبر له عن اهلاويته. دكتور زاهي قبل ما تسيبنا انا عندي ليك اعتراف. قول اوعى تقول بجيب سيره الزمالك بس انا قلت لك ان اخر برضيه عثر عليها ما فتحوها اللي هو ان الاهلي ياخد الدوري السنه دي. يبدو انه ابتدى يبقى فيه احتمال ان البرديات بتاعتك تطلع صح. بصور لا ما انا بقول لك ده حاجه هيروغليفيه، ده كلام مكتوب باللغه الهيروغليفيه. هم بيفتحوا لعنه الفراعنه ولعنه الاهلي. دكتور زاهي حواس بشكرك دائما على المداخله. شرف لمصر وسعداء بوجودك في حياتنا. شكرا لك. ربنا يخليك يا حبيبي. ربنا يخليك. شكرا. لو تدرك حجم الشخصيات المؤثره ويجب استثمار، احنا عندنا كنوز يجب استثمارها الحقيقه. من ضمن الكنوز دي قوتنا الناعمه. قوتنا الناعمه اللي يجب ان نعاملها بان نستفيد منها ازاي، وان هي دي اللي صدرها المشهد تبقى القدوه لشبابنا. اصل استهداف قوتك الناعمه عارف ليه؟ هي مش بس عشان قوة في حد ذاتها مؤثرة، لا هي انعكاس لعمق حضاري. ما هي ايوه طبعا، يعني هو اللي بيستهدف قوتك انا كمان بيستهدف باخدها في سكة المنتج الحضاري بتاعك. انا اللي يستهدفه حر مش هيقدر باذن الله يعمل حاجة. لكن انا بكلمك في ان هو ده اللي لازم يتلمع ويقدم باستمرار كقدوة. يعني زاهي حواس ده أين هو من برامج التعليم في المدارس الإعدادية والابتدائية؟ الشخصية دي ليه ما تبقاش متوهجة وموجودة في عمق المدارس دي وليها تأثيرها وجودها؟ يقوم الناس تفهم يعني إيه حضارتنا اللي البعض حتى على عايز ينتزع منك حضارتك. صحيح. ده اليهود ساعات بيدعوا ان مش ساعات، ده هم عايشين على هذا الادعاء. أيوه. ان الاثار دي بتاعتهم وهم سبب. ايوه. فلما يجي ربنا يرزقك بناس انا بعتبرهم بقى هم دول الجنود اللي يحافظوا على التراث والتاريخ ويزرعوه في اذهان الاطفال والشباب. لازم يقدموا، لازم يروح يزور هو المدارس. والمدارس زي زمان احنا كنا بنطلع الاقصر واسوان وكنا واحنا مجانا، كانت دي من البرامج اللي معموله في المدارس. انا اعتقد الدكتور طارق شوقي جاد في النماذج، النهضه الاصلاحيه للتعليم. النماذج دي عندنا نماذج كتير جدا
دكتور مجدي يعقوب قبليه كان رحمة الله عليه زويل. لازم الشخصيات دي يبقى لها احتكاك بالجيل الصاعد، تكلموا في تجاربه ويشوفوه ويسلموا عليه ويصوروا معاه، هو ده اللي يخليك ياخدك في حتة تانية. مش عمالين يصدروا لهم طول النهار مشاكل وشتيمة ورياضة وخلافات وتلقيح كلام على بعض وتحفيل. يعني ايه تحفيل؟ الرياضة مفيهاش تحفيل، اللي بيحافظ ده مش رياضي. الرياضة فيها انك تقول اللي قدامك اللي خسر هارد لك، والله دوختني، ده انا لولا ان انا بذلت جهد مضاعف او كنت موفق مش هقدر عليك. ما تروحوا مبسوط يا اخي، ما انت مبسوط انك كسبان. ما هو ده هتلاقيه حد جارك، حد قريبك، حد في البيت الواحد فيه هؤلاء، من واحد زعلان واحد مبسوط. لازم نخلي بالنا من بعض يا استاذ ابراهيم، ما ينفعش. فلتكن رسالتنا يا سيدي، اذا كنا يعني ندعي ان احنا لينا رساله، ان احنا نشيع هذا السلام ونشيع الروح الرياضيه شويه. نتمنى ان شاء الله تعالى انه لقاء القمه يوم السبت باذن الله يخرج في هذه الصوره تاني، مش عشان حد بيتفرج علينا، عشان لازم نكون كده على طول، ومش علشان هننظم كاس الامم عشان نبقى كويسين، لا، علشان باستمرار لازم نكون كويسين، عشان خلقنا ده، عشان ده خلقنا، ده الطبيعي، ده الخلق بتاعنا. صحيح. مش بندعيه عشان نصدر صوره ذهنيه مش موجوده عندنا. صحيح. لازم يبقى الخلق بتاعنا ده، فتبقى تصرفاتنا متسقه مع افعالنا. نتمنى هذا. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.